مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده الحياه. اليوم نتابع مع حضراتكم النهارده انتخابات مجلس الشيوخ، بدات من الساعه 9 الصبح تستمر حتى 9 مساء اليوم. تغطيه مستمره على قناه الحياه النهارده على انتخابات مجلس الشيوخ، بتحصل في 27 محافظه وزملائنا منتشرين، وحنتابع مع حضراتكم النهاردة في البرنامج وطوال فترة البرنامج ايه اللي بيحصل في اللجان المختلفة، وحنقدم لكم ايه الاخبار، وحنفضل مع بعض كده نتابع انتخابات مجلس الشيوخ. خلوني اقول لكم بنظرة سريعة ايه اللي حصل. اولا، لا يوجد مسؤول في الدولة ما راحش ادلى بصوته، طبعا بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء، وكل شيخ الأزهر، البابا، الجميع خرج النهاردة للاستحقاق الهام وعودة مجلس الشيوخ الحياة السياسية المصرية. النهاردة القضية مش ان انت عندك انتخابات، النهاردة ان انت عندك انتخابات تعيد غرفة مختلفة جديدة يعني باهتمام وبواجب محدد طبقا تعديلات الدستور المصري، تعود الى العمل عشان تتولى مسؤوليتها. احنا استعدينا من ناحيتنا، واسمحوا لي في بدايه الحلقه تماما ان انا اشكر كل زملائي المراسلين اللي متابعين مع حضراتكم واللي هيتابعوا مع حضراتكم من محافظات مصر. احنا عندنا 8 مراسلين منتشرين في 8 اماكن في 8 محافظات في مصر النهارده، وهناخدهم بالتليفونات بقى واحنا شغالين مع بعض واحنا بنتابع الانتخابات. عندنا زميلي العزيز الأستاذ عمرو عبد الحميد في بني سويف، زميلتي الأستاذة آية القاضي في الإسكندرية، زميلي الأستاذ محمد سلامة في الدقهلية، زميلتي الأستاذة هبة الحديدي في القاهرة، والزميلة مها صبري من هتتابع معانا من الجيزة، الزميلة نسمة الشافعي من السويس، الزميل أحمد فرج من الفيوم، الزميل أيمن عماد من الغربية، وأنا متأكد أن حضراتكم متابعين من بداية النهار. كلمة السر في هذه الانتخابات واللي تؤكد دورها في المجتمع المصري هي المرأة. كلمة السر في انتخابات مجلس الشيوخ هي المرأة. كلمة السر في أي انتخابات من هنا ورايح هي المرأة. الناس اللي كانت، وأنا على فكرة لم أكن أتوقع أن أنا أشوف المجموعة، طبعا أول يوم والإقبال بتاع أول يوم والمجموعة اللي نزلت النهاردة أنا ما كنتش متوقع أشوف طوابير باللي أنا شفته. طبعا مش هقول لكم إن الحضور بقى قد إيه، أنا مش بتاع الكلام ده، أنا راجل أعرف كويس جدا في السياسة وفي الإعلام. إحنا كلنا متوقعين الإقبال يكون قليل، بس أنا ما كنتش متوقع إن هو يكون في أول يوم وفي أول ساعات بهذا العدد في بعض الأماكن اللي بانت والصور موجودة والكاميرات كانت ناقلة كل هذا الكلام. ولكن كلمة السر هي المرأة. المرأة المصرية تحركت، وعايز أقول لكم أن المرأة بقت مفتاح نجاح وسقوط أي مرشح في الانتخابات. الرجالة بيبقوا قاعدين على القهوة، هنقوم هنخلص الشغل ونروح مش عارف مين، إنما الستات نازلين وبيقفوا مع بعض ويلموا بعض وينزلوا الانتخابات. والإقبال ده جيد جدا على فكرة، يعني أنا أتمنى أن يستمر هذا الدور للمرأة المصرية في الانتخابات، لأن ده معناه أن احنا هندخل على الاستحقاق الثاني للمرأة بعد كده، وهو أن احنا ضمنين نسبة مئوية في مجلس الشيوخ 10% من المرشحين، إنما ارتفعت النسبة في مجلس النواب. انما انا نفسي في يوم من الايام ان المرأة تنزل عشان تنتخب المرأة،
في مبارزة مباشرة وفي منافسة مباشرة ما بين المرأة وبين الرجال المرشحين من غير ما يكون بقى في نسبة محمية ولازم نسبة على الأقل وتنجح المرأة. ليه لا؟ أثبتوا جميعهم إن معظمهم المرشحين واللي نجحهم في الانتخابات كانوا جيدين للغاية. عايز أقول لحضراتكم أيضا إن الحبر الفسفوري علشان بس الناس اللي طلعت بدأوا بصوا اللجان عاملة إزاي. أنا معجب ب تفاصيل الحماية والإجراءات اللي تم اتخاذها في كل اللجان. معظم الصور اللي جت لنا النهاردة ومعظم الصور اللي احنا تصورناها أو صورناها أو نقلناها أو نقلتها وكالات الأنباء ناس أخذ احترازاتها. عايز أقول لكم أنه تم التطهير بالكامل في كل اللجان وبشكل كبير جدا من امبارح بالليل، ولكن أيضا كله موجود بالكمامة بتاعته وكله موجود بالمطهرات، والمطهرات متوفرة في كل الأماكن والتباعد واضح حتى في الطوابير. يمكن في بعض الأماكن وده شيء متوقع كل ما بتبعد عن المدن وكل ما بتخش بقى أكتر في مناطق ونجوع وكفور ومحافظات أخرى، ولكن التأمين جيد جدا للغاية. وأيضا عندك الناس جاية واخدة بالها ان احنا في زمن كورونا، الناس جاية واخدة بالها ان احنا في زمن كورونا. بصوا الناس داخلة ازاي، ده في الانتخابات داخل اعتقد ده هيكون في القاهرة، وادي الدخول من البوابات وادي التعقيم وانت داخل. مش كل اللجان ممكن تلاقي فيها ده، انما الاستعدادات اللي معمولة في اللجان لا موجود فيها الكلام ده، الاستعدادات اللي موجودة في اللجان موجود فيها هذا الكلام. طيب ايه هي الاستعدادات؟ خلوني اقول لحضراتكم بعض التفاصيل. لما احنا بنتكلم على 63 مليون مواطن للتصويت، هو ده مش معناه ان 63 مليون مواطن نزلين، لا، المسجل في جداول الانتخابات الذي يحق له المشاركة في الانتخابات 63 مليون مواطن. نزل بقى مليون، نزل 2 مليون، نزل 3 مليون، ده اللي هتقوله لنا الهيئة العامة للانتخابات بعد كده بعد الحصر بتاع النزول. إنما من يحق له الانتخاب في مصر 63 مليون مواطن. طيب المحافظات دول 27 لجنة عامة اللي هم 27 محافظة. داخل المحافظات دي تم تقسيمها إلى إيه؟ دول يضموا 14,092 لجنة فرعية. 14,092 لجنة فرعية على مستوى مصر النهاردة شغالين من 9 الصبح. طبعا هم فتحوا الأبواب 9 الصبح، إنما دول شغالين من الساعة 7 و 6 صباحا الناس اللي بتروح. ولا مين بقى موجود واقف؟ 18,000 قاضي. 18,000 قاضي موجودين في ال 14,092 لجنة فرعية. أيوة يا فندم موجودين، لأن دول القضاء الأساسيين والقضاء الاحتياطي. في كل منطقة وفي كل لجنة عامة بيكون في مجموعة من القضاء الاحتياطي علشان ما تتعطلش، لأن لو القاضي مش موجود علشان يفتح لحضرتك الصندوق ويعمل محضر فتح الانتخابات، تأخر لأي سبب لسبب ما حصل له حاجة، لازم يكون في قاضي احتياطي ينزل هو اللي يعمل المحضر ده ويشتغل. مين اللي بيساعد القضاء؟ عندهم 120,000 موظف، 120,000 موظف موجودين في ال 14,092 لجنة فرعية. التصويت يستمر ويفتح الباب من الساعة 9 صباحا للتاسعة مساء النهاردة في أول يوم انتخاب، وغدا أيضا من 9 الصبح لتسعة مساء، كويس؟ ولكن عنده راحة واحدة من الساعة 3 إلى الساعة 4 الظهر، من 3 ل 4 الظهر. هبدأ طول الحلقة أديكم معلومات عن ماذا يحدث في الانتخابات، وحديكوا بقى كل محافظة بالظبط فيها مين وعدد المصوتين ايه وعدد المقاعد بتاعتهم ماشية ازاي. عايز اقول لكم ان اللجنة الوطنية للانتخابات جددت الموافقة لجهات دولية ومؤسسات اعلامية دولية ومحلية علشان تنزل تتابع هذه الانتخابات. هنبدأ ناخد المراسلين بتوعنا من كل المحافظات زي ما قلت لكم مع الحلقة. خليني ارحب جميعا معايا على معانا دلوقتي زميلي أحمد فرج من الفيوم، ومحمد سلامة من الدقهلية، ومها صبري من الجيزة، وعمر عبد الحميد من بني سويف. معايا الخمسة مرة واحدة، مساء الخير أربعة هم ما شاء الله، أهلا بيكم. طيب خليني أبدأ من الجيزة. مها مساء الخير يا مها.
انا واضح ان واضح ان في 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 تاخير زي ما قلت. اتفضلي يا ما، انا سامعك. اتفضلي يا ما. حضرتك مش سامعني كويس؟ سامعك، اتفضلي. يعني عايزه اكلم حضرتك زي ما قلت في البدايه ان احنا فعلا متواجدين من الساعه 9 صباحا يعني عشان نتابع فتح اللجان. اللجان فتحت في ميعادها الساعه 9 صباحا وبتغلق في تمام الساعه 9 مساء. يعني كل الفتره دي قدر المواطنين، يعني هي الساعه 7 وشويه، يعني قدر المواطنين في خلال الفترات دي ان هم يجوا ويطلبوا صوتهم. الحقيقه زي ما حضرتك قلت ان الساعه مثلا 8 كنت شايفه في طوابير من الناس يعني مستنيين فتح اللجان، وفعلا كان في تباعد ما بين المواطن والآخر، يعني كان في الحفاظ على المساحة اللي احنا دايما كنا بننادي بيها، أو التباعد الاجتماعي بين المواطنين كلها من ضمن الإجراءات الاحترازية. ما أقدرش أقول لحضرتك أن كان في فئة غلبة مثلا، أن كانت مثلا الشباب أو كل الناس النهاردة شفتهم شاركوا. كان في مشاركة من السيدات كبيرة جدا، مشاركة من الشباب من كبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة كمان. يعني عايزة أتكلم حضرتك يعني كمان لما موجة الحر انكسرت كمان الناس ابتدت تيجي اكتر، الناس كمان اللي خلصت اشغالهم قدروا كمان ان هم يجوا. ففعلا النهارده كان اليوم في اقبال جيد جدا. عايز اتكلم كمان مع حضرتك عن التامين. طبعا التامين موجود في كل محافظات مصر داخل وخارج اللجان. لاحظنا كمان ان في وجود للشرطه النسائيه، ودي من ضمن الحاجات يعني اللي احنا بنحب دايما نبرزها ونتكلم عنها ونلقي الضوء عليها. استعدادات محافظة الجيزة طبعا كانت عديدة جدا، منها ان كان في يعني مظلات شمس لمساعدة الناس، عشان زي ما قلت لحضرتك ان درجة الحرارة النهاردة كانت تقريبا 35 درجة مئوية. كان في كراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكان في كراسي عادية برضو لراحة المواطنين. المواطن داخل اللجنة الانتخابية لا يستغرق سوى الخمس دقائق فقط، اللي هي عملية الانتخاب ذات نفسها، يعني مفيش اكتر من خمس دقايق، يعني في سرعة كمان في الأداء. عايز أتكلم عن التعقيم داخل اللجان، يعني كان في تعقيم طبعا من أيام فاتت، كمان النهاردة كان في تعقيم على فترات متقاربة خلال اليوم. كمان الفترة الراحة اللي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات اللي هي من الساعة 3 للساعة 4، كان في استغلال للوقت ده، وكان في فريق معاه أدواته إن هو يدخل، أدواته المعقمة إن هو دخل وعقم المدرسة اللي أنا فيها بشكل كامل. يعني اليوم النهاردة يعني لحد الساعة اللي أنا بكلم حضرتك فيها دي كان التأمين كويس جدا، الإقبال كويس جدا، حتى التعقيم يعني اللجنة هنا ألزمت كل الناس إن هم يجوا معاهم الكمامات بتاعتهم، حتى لو حصل أي ظرف وحد عايز يدلي بصوته ومش معاه الكمامة بتاعته، اللجان هنا بتوزع الكمامات وكمان بتدي جوانتيات للمواطنين. يعني خليني أنتقل إلى زميلنا عمرو عبد الحميد في بني سويف. يا عمرو، أنا عايز أسألك، أخبارك إيه في بني سويف والإقبال عامل إزاي؟ المرأة أخبارها إيه في بني سويف وإقبال المرأة على الانتخابات إزاي؟ وأيضا الإجراءات الاحترازية أخبارها إيه؟ الناس وصلت الصبح أكتر ولا بالليل أكتر في الانتخابات؟ تمام، طبعا برحب بيك يا استاذ محمد معانا، وبرحب بجميع مشاهدينا مشاهدي قناه الحياه. حضرتك بتتكلم في اكتر من نقطه فعلا لاحظناها هنا في محافظه بني سويف. مشاركه المراه كانت واضحه جدا 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 على مدار اليوم، يمكن لحد اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها ديت المعظم اللي بيدخل دلوقتي هي مشاركه المراه. بالنسبه طبعا لعدد الناخبين، يمكن دلوقتي علشان خلاص اقتربنا من النهايه فشويه المعظم اللي كان حابب ينزل نزل، لكن برضو لسه من فتره للتانيه بيجي ناس بيكملوا لحد اللحظات الأخيرة قبل غلق يعني اللجان بشكل عام النهاردة الساعة 9. لكن النهاردة كانت مشاركة المرأة واضحة جدا، اتحركنا في كذا لجنة، اتحركنا في كذا مدرسة، رحنا كذا مركز. أنا دلوقتي طبعا بالأخص موجود في مدرسة الشهيد محمد عصام سرور في مدينة بني سويف نفسها، برضو جينا نتابع ونشوف إيه الأخبار. لقينا إجراءات جميلة جدا موجودة من الدولة ومن المحافظة، احنا كنا كمان معاهم من امبارح بنتابع الإجراءات، ويمكن يعني اتكلمنا مع أكتر من مسؤول وحددوا لنا بالظبط قد ايه كانوا رافعين حاله الطوارئ هنا. بصراحه محافظه بني سويف اشتغلت جامد جدا على الاستعداد للانتخابات النهارده، وادوا دور كويس جدا الاجهزه الامنيه وكل الاجهزه بشكل عام، حتى الاجهزه الطبيه. يعني يمكن جنبي يعني ما فيش بامطار بسيطه، مجموعه برده من الهلال الاحمر موجوده، وفي من عربيات الاسعاف بتبقى موجوده كمان. رجال الامن بشكل عام في محافظه بني سويف مأمنين المحافظه بشكل حلو قوي. اما بقى عن الاجراءات الاحترازيه، فبصراحه النهارده شفنا مجهود جبار
جبار، رغم ان العدد كان كبير. يمكن حضرتك كمان وانت بتتكلم او بتوضح من شويه بتقول احنا شفنا العدد كان ما شاء الله كان كويس جدا، فعلا ده حقيقي، كان العدد كبير جدا، كان في ناس كتيره قوي كانت موجوده الصبح، يمكن احنا صورنا ده، لكن كان في محاوله دايما ان احنا نخلي الناس تلتزم على قد ما نقدر طبعا، لان كان في عدد ضخم، ناس كتيره عايزه تنتخب، كان في مسافات موجوده، كانت الكمامه شيء الزامي على كل اللي حابب انه يدخل ينتخب، حتى وهو داخل ينتخب دايما يعني في زي نوع من التوعيه، خليك لابس الكمامه، حاول ما تقربش من مثلا المواطن اللي جنبك، حاول دايما خش هنا، كان في دايما توجيهات بالالتزام بالاجراءات الاحترازيه، لان هو طبعا صحه المواطن هي اهم نقطه واهم بند موجود. عمرو، هل في اي دعايه، هل في اي دعايه خارج الابواب بالقرب من اللجان؟ هل في اي دعايه مندوبين للمرشحين في بني سويف موجودين، بنرات متعلقة جنب المدارس ولا لا؟ يعني احنا الحمد لله حتى هذه اللحظة ما رصدناش يعني اي نوع من انواع المخالفات اللي موجودة، احنا تحركنا بحريتنا بالداخل، وبصراحة المحافظة كانت مساعدانا جدا في التحركات كمان، وكانت معملنا كل التسهيلات في ان احنا ندخل اي مكان احنا عايزينه، ما رصدناش الحمد لله حتى هذه اللحظة اي نوع من انواع المخالفات. بشكل عام طبعا احنا مستمرين وبنتابع وقاعدين من الصبح بنشوف وبنحاول يعني بنشوف، زي ما حضرتك عارف طبعا في الانتخابات احنا بنرصد كل شيء، فالحمد لله ما رصدناش اي نوع من انواع المخالفات، واحنا طبعا كنا على مدار اليوم ملاحظين جدا وجود المراه زي ما قلت لحضرتك، وبرده كان في نوع من يعني شباب برده كانوا موجودين وبنات، كان في كل الاعمار، كانت حتى في اسر بتيجي بالكامل، تلاقيهم جايين مع بعض كده كلهم وجايبين مثلا ابنه الصغير عشان يشوف بينتخبوا ازاي، شفت حتى يعني ست كانت امراه كبيره في السن كانت قاعده على كرسي وكانت برده جايه وكانت حابه انها تنتخب، وشفت قد ايه رجال الشرطه كانوا بيساعدوها سواء داخل اللجنه او خارج، ان هم يعني يدخلوها طبعا انها ما تقدرش تتحرك بسلاسه تمام. فكانت في حاجات كتير كانت جميله النهارده ومشاهد انسانيه حلوه في المحافظه بشكل عام شفناها، كان العمليه الحمد لله كانت سلسه وكان الموضوع ماشي بنظام، الناس كمان يعني بتسمع للتعليمات، يمكن حضرتك عارف طبعا في ناس في بعض الاحيان ما بيبقاش مدرك قوي التعليمات او الاجراءات الاحترازيه، ولكن فكره ان هو بيستوعب الاجراءات لما بنقول له لا خلي بالك ما تقربش، البس الكمامه دايما، حاول ان انت تامن نفسك، الناس الحمد لله بتستمع ليه كمان النصايح والتوجيهات اللي بتوجه ليهم، وبيمشوا كمان يعني بنفس النظام اللي مطلوب بالظبط في كل لجنه، وطبعا كان في التزام طبعا بداخل اللجان، حتى كانوا بيوزعوا الكمامات داخل شكرا المدارس. شكرا يعني عمرو، هنرجع لك تاني. شكرا عمرو، هرجع لك تاني. هنطلع من بني سويف نروح الدقهليه. محمد سلامه، محمد، اخبار الدقهليه عندك ايه؟ الانتخابات كانت اكتر الصبح ولا بالليل؟ الاقبال عامل ازاي؟ هل في اي مخالفات رصدتها؟ الدنيا ماشية ازاي في الدقهلية؟ محمد انت موجود فين بالظبط؟ مساء الخير يا استاذ محمد، احنا موجودين في مدينة المنصورة طبعا في الدقهلية. يمكن العملية الانتخابية طبعا من بداية عملها او من الساعة 9 صباحا تحديدا طبعا بدأ المواطنين في التوافد على اللجان، يمكن في وقت الذروة وقت الظهر من الساعة 12 تقريبا للساعة 2 كان الإقبال أقل شوية طبعا بسبب درجة الحرارة اللي كانت عالية جدا النهاردة الحقيقة. يمكن كان الملحوظ برضو أكتر هو مشاركة المرأة، هي يعني دايما بتتفوق الحقيقة في الانتخابات على الرجال يعني. يمكن كان في كبار سن برضو جم اللجان، وكان في أحد أصحاب الاحتياجات الخاصة كان جه برضو اللجنة وأدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ. يمكن احنا يعني كل عام متعودين ان العملية الانتخابية بيكون ليها في جنود طبعا بيقوموا على تأمينها سواء كان من رجال الجيش او رجال الشرطة او القضاء، يمكن السنة دي احنا في وضع مختلف شوية، ان في جنود جدد انضموا لتأمين العملية الانتخابية وهم الاطباء طبعا، كان في لجان منتشرة على مستوى محافظة الدقهلية عشان تطمن من على سير العمليات الوقاية والإجراءات الوقائية انها تكون بتتم بشكل سليم، وتوعية الناخبين طبعا وكل العاملين بأهمية التباعد الاجتماعي وأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية زي ما تم إعلانها وزي ما الناس عارفاها. الوضع حتى الآن طبعا احنا يعني تقريبا فاضل ساعة على غلق اللجان في اليوم الأول
او ساعه ونص تقريبا. وفي الصباح الباكر طبعا ان شاء الله هنستكمل العمليه الانتخابيه وهنستكمل طبعا التغطيه مره ثانيه. يا محمد خليك معانا، عايز اسالك انت هتكون موجود اثناء الاغلاق، هل الصناديق هيتم الاحتفاظ بيها في اللجان بعد اغلاقها وتشميعها؟ يعني الاضاء هيشرفوا على اغلاق الصناديق في نفس الغرفه ويتم تامينها لغايه لما يفتحوا تاني بكره، ولا هل هينقلوها في اوضه مجمعه ولا ايه بالظبط؟ هو يعني بالنسبه للمدرسه اللي احنا موجودين فيها، هي فيها لجنتين فرعيتين، فعلى الاغلب هيتم ضم الصناديق، يتم تجميعها في مكان واحد او في لجنه واحده، ويتم اغلاقها، وبيتم يعني حتى القفل بتاع باب اللجنه او باب الفصل بيتم ختمه بالشمع الاحمر بخاتم طبعا السيد المستشار رئيس اللجنه عشان يتم التاكد، او هيتم الاحتفاظ بالصناديق، كل لجنه هيتم الاحتفاظ بالصناديق بنفس الشكل في مكانها عادي، ويتم طبعا الـ يعني رجال الشرطه طبعا والداخليه والجيش بيكونوا موجودين طبعا داخل اللجان، وبيتم تامينها طبعا بشكل كامل لحين العوده مره ثانيه في الصباح. اشكرك زميلنا العزيز محمد سلامه. احمد فرج من الفيوم، احمد مساء الخير يا احمد. واتمنى احكي لنا سير العمليه الانتخابيه النهارده كان عامل ازاي في الفيوم يا احمد. انتخابات مجلس الشيوخ من محافظة الفيوم، الكتلة التصويتية هنا في البداية هي 1,900,000، بيزيدوا عن كده كمان. عدد اللجان 300 أو المقرات الاقتراع العامة 327 مقر، بواقع 434 لجنة فرعية. بالنسبة للحضور أو بالنسبة للمشهد بشكل عام منذ الساعات الأولى بشكل كبير، فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة 9، يعني ما كانش فيه أي تجاوز أو تقصير في محافظة الفيوم بشكل كامل. أنا قمت بجولة كبيرة على عدد من المدارس، أنا دلوقتي في مدرسة عزة زيدان التابعة لمركز الأول الخاص بمحافظة الفيوم، ويعني بصراحة كل اللجان فتحت أبوابها في تمام الساعة 9 وكان هناك التزامات. ولكن خلينا نتكلم عن الإقبال. الإقبال كان في الساعات الأولى كان في توافد لعدد من المواطنين، ولكن بعد ارتفاع درجات الحرارة وبعد خروج الموظفين من أعمالهم بدأت وانكسار درجات الحرارة بدأت الناس تنزل في هذه الأثناء، ومن بعد العصر كده بدأت الناس تنزل لحد هذه اللحظة، حتى بيظهر من ورايا إن في ناس متواجدة على الجانب الآخر مستنيين الناس اللي جوه أو الناخبين اللي جوه ليرلوا بصوتهم عشان يدخلوا، ودي في ظل الإجراءات الاحترازية اللي بتقوم بيها اللجان الخاصة بمحافظة الفيوم وبشكل عام أكيد على مستوى الجمهورية، وذلك منعا للتزاحم أو ما شابه ذلك. أيضا في إطار الإجراءات الاحترازية اللي بتتخذها اللجنة هنا وفي عدد من اللجان أو في معظم اللجان الخاصة بمحافظة الفيوم، هي بوابات التعقيم اللي بتظهر من خلفي، بيتواجد 2 ممرضتين بيقوموا بقياس الحرارة للمواطن أو الناخب اللي بيقوم بالدخول إلى داخل لجان الاقتراع، لو تبين إن في عنده ارتفاع في درجات الحرارة ما بيتمش دخوله، ولازم يكون مرتدي القمامة، ده بيأكدوا عليه جدا. وبيدخل جوه طبعا أعضاء اللجنة بالمستشار طبعا بيبقوا مرتدين القمامة. طبعا في حاجة مهمة جدا ما ظهرتش في الانتخابات دي، وهو الحبر الفسفوري، وذلك نتيجة يعني ما يحصلش أي حاجة بالنسبة لو حد كان مصاب بكورونا أو حاجة تنتقل العدوى لأي حد تاني. دي في ظل الإجراءات الاحترازية اللي بتقوم بها الدولة في الانتخابات مجلس الشيوخ. هنا اللجنة اللي أنا فيها هي لجنة واحدة بس رقم 5، الكتلة التصويتية فيها 7500 صوت. الأعداد بدأت تزيد مع انكسار درجات الحرارة. طبعا النهاردة مش أجازة، هو يوم عمل عادي، فطبعا الناس بعد أشغالهم بدأوا ينزلوا. اللي بتصدر المشهد هم السيدات طبعا زي ما شفنا في معظم الاستحقاقات السابقة، شفنا الشباب وشفنا كبار السن. في هنا متواجد كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات. الشرطة بتقوم بجهد عالي جدا، والداخلية بتقوم بجهد عالي جدا، والمديرية هنا في ان هم بيساعدوا الناس كبار السن، بيدخلوهم لجوه وبعدين بيخرجوهم عشان يحصل فيه سلاسة في عملية الدخول والخروج دون اي معوقات.
بالنسبة للجنة الخاصة أو الورقة الخاصة بالانتخابات، هو في 9 مرشحين على مقاعد الفرد، بيتم اختيار 3 فقط، وفي القائمة يا بتختارها يا ما بتختارهاش. يا أحمد أنت في الفيوم طبعاً أحمد. خاص بدعاية أحمد أنت عندك 10 مرشحين فردي ولا 9؟ 9 مرشحين فردي، بيتم اختيار 3 منهم فقط. شكرا، تمام. أنا بس حبيت أتأكد من المعلومة، لأن وبعد كان في قائمة طبعا بيتم اختيار وطبعا في القائمة بيتم اختيارها أو عدم اختيارها. بالنسبة لي طبعا أنا قمت بالمرور على عدد من اللجان في نفس التوقيت. في جولات خاصة بمحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، وفي غرفة عمليات برضو بتقوم بها المحافظة وبتتصل بكافة المراكز عشان تعرف لو في أي مشاكل أو في أي اختراقات أو خروقات، بيتم التعامل معهم مباشرة. أنا على طول بتصل بالغرفة للتعرف على أي تجاوزات أو خروقات. ما فيش أي حاجة حصلت على مدار اليوم. العملية الانتخابية بتتم بشكل سلس جدا، حتى ما فيش تواجد للدعاية بالقرب من مقرات الاقتراع. الدعاية بعيدة جدا وفي التزام واضح، فقط المندوبين الخاصين بعدد من المرشحين بيجوا بيدخلوا اللجنة بيطمئنوا على يعني عملية التصويت وسلامة علامات التصويت، ودي حاجة طبيعية جدا. وأيضا في عدد من المتابعين اللي شفناهم، التابعين لحقوق الإنسان وما شابه ذلك، بيجوا بيتابعوا برضو عملية الاقتراع هنا في محافظة الفيوم للاطمئنان على سير عملية الاقتراع بشكل سلس وسهل. الزميل أحمد فرج اللي شفناها من هي الشرطة النسائية متواجدة برضو عشان تفتيش السيدات بالنسبة للحقائب اللي بيدخلوا لجوه. وشكرا جزيلا. أشكرك أحمد فرج من الفيوم، مها صبري من الجيزة، الزميل عمرو عبد الحميد بني سويف، والزميل محمد سلامة من الدقهلية. هنرجع لحضراتكم مرة تانية خلال الحلقة، وعارف ان انتم شغالين بقالكم 12 ساعة. انا بشكركم يا أساتذة، بشكر كل الزملاء اللي موجودين في الميدان وفي كل حتة في المحافظات المختلفة، وبشكر الكروهات او طاقم العمل اللي موجود معاكم. هنتعبكم لغاية لما نقفل الصناديق مع بعض النهاردة، وهنتعبكم ايضا 12 ساعة بكرة. اشكركم شكرا جزيلا على مداخلاتكم معنا والمتابعات. عايز اقول لحضراتكم سريعا، اذا كنا اتكلمنا ان الفيوم 9 مرشحين هيتم اختيار 3 منهم، فأنا عايز أقول لكم إن الجيزة فيها 73 مرشح، يعني الورقة اللي بياخدها أي حد في الجيزة فيها 73 اسم ب 73 شعار، ويتم اختيار 8 منهم. 73 ويتم اختيار 8. وبني سويف 23 يتم اختيار 3. الدقهلية 43 يتم اختيار 6 منهم. طبعا كل محافظة طبقا لعدد السكان اللي فيها من أقوى المحافظات، محافظة القاهرة على الإطلاق 98 مرشح، 98 واحد مرشحين نفسهم، ومخصص لها 10 مقاعد في مجلس الشيوخ القادم. الإسكندرية والأليوبية والكلام ده كله بقى بيلعب ما بين 6 مقاعد و8 مقاعد طول ما احنا ماشيين كده حسب العدد بتاع السكان في المنطقة. خليني طيب ماشي نشوف الحكاية دي. حاضر، ده شيء جميل جدا. عايز اقول لكم ان مفيش مكان مش عامل غرفة عمليات، كل المحافظات فيها غرفة عمليات. لأول مرة انت بتتفرج على حاجات، وعلى فكرة هما دايما كانوا بيعملوا الكلام ده، ولكن المرة دي انت خوفا من الكورونا وخوفا من الإقبال وعشان التنظيم يكون بشكل مختلف، وده اللي احنا ملاحظينه كلنا. غرف العمليات عاملة تواصل بشكل مباشر، سواء بتاعت المحافظات، بتاعت الداخلية، بتاعت وزارة الصحة، كل واحد عامل غرف عمليات وبيتحرك. انتوا هنا امام غرفة عمليات اهو، احنا هنا على الهوا اهو، دي وزارة الداخلية، دي غرفة العمليات بتاعتهم عشان يتابعوا التأمينات وايه اللي بيحصل. ودول طبعا دول ليهم نظرة مختلفة تماما عن نظرة التانية بتاعت سير العملية الانتخابية اللي بتتابعها الهيئة، وليهم ووزارة التنمية المحلية ليها نظرة مختلفة تماما لما بتتابع مع المحافظات الإقبال والدنيا عاملة ازاي، وتسكين الناس والمدارس فتحت والتأمين عامل ايه والصحة عاملة ازاي. معي على الهاتف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. مساء الخير دكتور خالد. مساء الخير على حضرتك يا دكتور محمد وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. انتوا عندكم كم غرفة دلوقتي بتتابعوا معاها سير العملية الانتخابية؟
أنا دلوقتي قاعد بكلم حضرتك من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، وإحنا رابطين مع الغرفة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء و27 غرفة أزمات وعمليات على مستوى 27 محافظة مصرية، وداخل كل محافظة من المحافظات المصرية هناك غرف رابطة معاها برضو على مستوى المراكز والمدن والأحياء. يا فندم قول لي ايه اللي لاحظتوه النهارده؟ ايه اللي اتسجل؟ ايه الجديد؟ ايه اللي حصل؟ انا سمعت ان في ضحيتين او في اتنين مواطنين توفوا في لجان الانتخابات النهارده، واحد في انا وواحد اخر في محافظه اخرى اثناء محاوله الاضلاع بصوتهم، ناس كبيره وتوفت. خليني اقول لك النهارده الساعه 1 الا ثلث كانت الحاجه زينب محمد مهران دي في اسكندريه، واخد بال حضرتك كانت في لجنه محرم بيه، يعني توفاها الله نتيجه لهبوط حاد في الدوره الدمويه. برضو كان في حاله وفاه برضو للمواطن السيد محمد فايز، ده عمره 60 سنه بمدرسه كوم الاطرون بطوخ، وده نتيجه ازمه قلبيه. وكان في حاله اصابه في بني سويف نتيجه لتنده وقعت فوق مواطن، بس الحمد لله تم اسعافه وهو بخير. وكان في اصابه لمواطن اخر برضه في الاليوبيه في القناطر الخيريه بمدرسه مقر انتخابي مدرسه فوقيه احمد بجزيره الشعير، وتم اسعافه، اسمه سمير احمد عبد العزيز. ده فيما يتعلق بالحالات اللي احنا استقبلناها. لكن فيما يتعلق يا فندم بالتنسيق مع غرف العمليات والازمات، طبعا احنا رافعين الدرجه القصوى مع كل الاجهزه التنفيذيه والامنيه على كافه المستويات. وخليني برضو ااكد لحضرتك على استمرار عمليه الربط وتفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحه، عشان كده كان التدخل كان سريع من خلال مرفق الاسعاف والزملاء الاطباء هناك، بالاضافه الى قطاع شبكات الكهرباء، وده علشان يا فندم الاضاءه والاضاءه التبادليه، لو حصل لا قدر الله اي قطع للكهرباء يبقى في اضاءه تبادليه، في تامين اطفائي، في تجهيز للمقرات داخل المراكز الانتخابيه بمظلات عشان اهالينا كبار السن وذوي القدرات الخاصه يبقى في استيعاب ومحافظين على التباعد الاجتماعي بينهم. وبالتالي يا فندم في كذلك الامر عايز اكد لك على استمرار عمليات التطهير والتعقيم كإجراءات وقائية واحترازية من خلال تطهير اللجان، تعقيم كمان أماكن مبيت السادة العاملين باللجان وتوفير لهم المعدات اللازمة. خليني أقول لحضرتك كمان فيما يتعلق خارج اللجان من خلال عمليات النظافة، إزالة أي إشغالات تكون موجودة في طريق اللجان، تم التأكيد على المخالفات. بعد إذنك، بمناسبة أن حضرتك بتشيل الإشغالات، هل كانت هناك مخالفات انتوا قمتم بازالتها او المحافظات ابلغتكم او الاحياء انها ازالت الدعايه اللي جنب المدارس على مدخل اللجان، البنرات اللي كانت متعلقه من مرشحين، هل ده كله تم ازالته بالامس مساء؟ ده يا فندم الزملاء في غرفه العمليات والازمات بيتابعوا ده، واخد بال حضرتك، لتحقيق الشفافيه. وخليني اكد لك كمان على الدعوه اللي دعاها اللي هو سياده اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه للساده المواطنين بالنزول والمشاركه في العمليه الانتخابيه، علشان نخرج بمظهر حضاري لائق ويعتري الشفافيه والنزاهه. دكتور خالد قاسم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. مساعد وزير التنميه المحليه المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه، كل الوزارات كله مستعد. عايز اقول لكم ان التحركات اللي بيعملوها كل الوزارات علشان يضمن انه يعدي باليومين دول، كالعاده مصر كلها هتبدا تنزل الانتخابات، او اللي عايز ينزل الانتخابات هيبداوا ينزلوا في التوقيت زي ما كل زملائنا قالوا. صبح بدري كان في ضغط شويه في البدايات، ثم الدنيا ريحت لما الحراره زادت، كويس، والدنيا ريحت شويه لما الحراره زادت، وبعدين يبدا الناس تنزل تاني مساء، ودي حاجه معتاده جدا. ويمكن افضل وقت هتلاقوا فيه تصويت والناس تبدا تنزل ابتداء من الساعه 6 مساء لغايه الساعه 9 مساء. طيب لو حضرتك عايز تنزل هتقول ايه؟ انا مش هروح الحق. لا، انت لو وصلت الى المدرسه، هنقول بقى دي لجنه انتخابيه، ودخلت جوه الحوش والساعه اصبحت 9 مساء،
هم هيقفلوا باب المدرسة على الناس اللي موجودة جوه، وتفضل اللجنة مفتوحة شغالة لحين انتهاء تصويت آخر ناخب موجود داخل حرم اللجنة الانتخابية. تاني، لو حضرتك قررت ان انت تنزل من البيت الساعة 7 او 8 مساء، ما تقلقش، انزل روح ادخل داخل حرم اللجنة الانتخابية جوه، وهتفضل موجود، مش هتقفل اللجنة لحين انتهاء تصويت اخر ناخب داخل حرم اللجنة الانتخابية، لان هو ده القانون. انا بدي لك من 9 لـ9، ياريت تيجي في التوقيتات دي، ولكن طالما عندي اقبال من الناس ومن الناخبين وداخل الحرم اللي هو ده يعني جوه سور المدرسة، يعني في الحوش بتاع المدرسة، غالبا معظمها بتكون مدارس، طالما انت جوه الحرم ده من حق حضرتك ان انت تدلي بصوتك، حتى لو كان الساعة 9:15 حسب انتهاء من الانتهاء من التصويت. خلينا ناخد، طيب خلينا ناخد زميلتنا آية القاضي من الإسكندرية. مساء الخير يا أستاذة آية. مساء الخير عليك يا أستاذ محمد، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الحياة في كل مكان. طبعا مستمرين في المتابعة الإخبارية من محافظة الإسكندرية، ومتابعة خاصة لقناة الحياة وتغطية حية لكل الأحداث والتفاصيل ورصد ومتابعة العملية الانتخابية لماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وهنكون معاكم على مدار اليومين النهاردة وبكرة بإذن الله لمعرفة كافة التفاصيل ورصدها ليكم بشكل لحظي لحظة بلحظة. احنا تحديدا النهاردة في مدرسة سامي البارود محطة رمل أول، وهيكون معانا ضيف الكريم اللي هيعرفني تفاصيل أكتر عن العملية الانتخابية وتوافد المواطنين والإجراءات الاحترازية اللي تمت النهاردة. هيكون معايا ضيف الكريم المستشار عادل غرباوي رئيس محكمة الاستئناف. بداية برحب بحضرتك على قناة الحياة. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. دلوقتي دي أول انتخابات تتم تزامنا مع فيروس كورونا، إيه الإجراءات وإيه اللي تم يعني مختلف عن السنين اللي فاتت؟ انتخابات هذه المرة مختلفة طبعا عن أي انتخابات سابقة في ظل جائحة الكورونا اللي اجتاحت العالم أجمع ومصر، وندعو الله أن يكشف هذه الغمة بسرعة إن شاء الله. الإجراءات الاحترازية اللي أخذتها الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة، توفير كمامات ومواد مطهرة من الكحول وقفازات وغيره من والتعقيم وغيره من الوسائل الاحترازية. طبعا احنا لما بنتكلم عن الإسكندرية بنتكلم عن كتلة تصويتية ضخمة، دلوقتي احنا بنضم المحافظة بتضم 727 لجنة، المدرسة هنا من ضمنها لجنتين، حضرتك شايف التواجد والتوافد من المواطنين عامل ازاي؟ والله التواجد يعتبر متوسط او شبه متوسط لعدة اسباب اعتقد في رأيي الخاص، ان منها ما زال هناك امتحانات في الجامعة، ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع درجات الرطوبة إلى حد ما في هذه الأيام، زائد اتساع الدوائر، الدوائر متسعة جدا بالنسبة للناخبين. يعني طبعا احنا عارفين هنا ان المرشحين عددهم 67 مرشح بيتنافسوا على 7 كراسي، حضرتك هل تم رصد اي ايجابيات او سلبيات من قبل الناخبين؟ لا مفيش، وكل الناس بتيجي اللي حضرت بتدلي بصوتها بحرية وبأمان وبمحت اختياره، فيش حد بيملي عليه ان يختار ألف او باء، بس هو واجب وطني على كل المواطنين، مفروض ان هو يدلي برأيه. آية بعد اذنك عايز اسأل سيادة المستشار في هذا الاستقرار، كيف سيتم اغلاق الصناديق النهاردة؟ بناء مؤسسات، كيف سيتم الدولة إغلاق الصناديق النهاردة يا آية؟ زميلي الأستاذ محمد شردي بيسأل كيف سيتم إغلاق الصناديق اليوم؟ عندما تحين إن شاء الله الساعة 9 مساء، وفي حالة عدم وجود ناخبين في مقر المجمع الانتخابي بيتم إغلاق الصناديق بأقفال بلاستيكية مرقمة بيثبت أرقامها في محضر الإجراءات، وبتم وضع الصناديق وكل أدوات العملية الانتخابية في حجرة مؤمنة من ناحية النوافذ الحديدية
والباب الحديد أيضا، بالإضافة إلى الأقفال الخاصة بنا، إلى أن يتم إن شاء الله إعادة فتحها في اليوم التالي. آية القاضي زمل كورونا، وما إن تم التشابه بيتم التعامل معها إزاي؟ لا الحمد لله ما فيش أي تشابه، وهناك تعليمات من الشرطة خارج اللجان بضرورة ارتداء الكمامات لكل من يدخل للمقر الانتخابي للإدلاء بصوته. الزميلة آية القاضي مراسل الحياة اليوم من الإسكندرية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكرك على تواجدك ومتابعتك من الإسكندرية. زي ما قالت 67 مرشح في الإسكندرية، الاختيار هيكون 7 أشخاص منهم. أدي احنا وريناكم 5 محافظات أهو، هنطلع فاصل وهنرجع تاني ونكمل مع حضراتكم بقية المحافظات ونعرف إيه اللي بيحصل عندهم وماذا يتم الآن. مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس الشيوخ المصري في 27 محافظة في أنحاء مصر. انزل انتخب، انزل اختار، أو انزل ما تختارش بس انزل، سجل ان انت نزلت. هنطلع فاصل ونرجع تاني على الحياة اليوم. تمام يا فندم، في اطار متابعة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ لعام 2020، تمام بدء العملية الانتخابية. قام السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمتابعة إجراءات تأمين سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، واستمع لشرح حول آلية عمل غرفة العمليات واتصالها المباشر ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم لانتظام العملية الانتخابية مع غرف العمليات الفرعية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، كما اطمأن على تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الحالة الأمنية والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين، بما يساهم في تهيئة الأجواء المناسبة لإدلاء المواطنين بأصواتهم. ومن خلال غرفة الانتخابات يتم المتابعة اللحظية لفعاليات سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ. وقد أشاد وزير الداخلية بمستوى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية التي اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية، كما وجه بضرورة الاستمرار في التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية لترسيخ دعائم الاستقرار الأمني في ربوع الوطن والتصدي الحاسم لأي صورة من صور الخروج عن القانون. الرئيس اللبناني يستقبل وزير الخارجية سامح شكري في بيروت. وزير الخارجية يتفقد المركز الطبي الاستشفائي المصري ببيروت ويؤكد حريصون على تلبية احتياجات وأولويات لبنان. مطار شرم الشيخ والغردقة الدوليان يستقبلان 68,000 سائح على متن 358 رحلة جوية منذ عودة السياحة الخارجية. وزارة الكهرباء مد فترة تلقي طلبات التحويل من نظام الممارسة إلى العداد الكودي حتى 30 سبتمبر. الهيئة القومية للأنفاق تؤكد انتهاء ترميمات عمارات الزمالك وسفارة البحرين الشهر الجاري. وزارة التضامن تعلن تنظيم المرحلة الثانية لمشروع مودة لتأهيل الشباب للزواج 16 أغسطس. وزارة الزراعة تعلن ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 3,700,000 طن، والبطاطس تحتل المركز الثاني بعد الموالح. وزارة الداخلية تضبط 1,415 سائقا لمخالفتهم ارتداء الكمامة، وتضبط 33 شخصا لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن. لاعب الأهلي والإنتاج الحربي يخضعان لمسحة كورونا غدا قبل مباراة الجمعة، والنادي المصري يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الإسماعيلي. هيئة الأرصاد، غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة، والعظمى بالقاهرة 34 درجة. عدنا لحضراتكم مرة تانية. طيب لو انت داخل اللجنة علشان تنتخب، في ناس طلعت تقول طب ما كله لابس الكمامة وممكن حد يخش. لا يا باشا، في حد علشان يتأكد من البطاقة وتقدر انك انت تكشف الكمامة قدامه علشان يتأكد من شخصيتك علشان تمضي في كشف الحضور بتاعك او يثبت حضورك ببطاقتك الشخصية وبطاقتك الانتخابية، وده كله موجود ومخصص للإجراء ده.
ليه؟ لأن هم فعلا زي ما قال زملائنا مفيش حبر فسفوري السنة دي، لا يوجد حبر فسفوري، مفيش في صباعك الحبر الفسفوري. قالك لا، علشان ايه؟ اجراءات الاحترازية والكورونا، مش هنطبق الحبر الفسفوري. طيب لما يكون العدد ضخم، يعني انا لما بقف سياسيا كده امام محافظة زي القاهرة مثلا تضم 98 مرشح، نقول 100 مرشح تقريبا، 98 واحد، دول نازلين على 10 مقاعد، بالتأكيد انت هتشوف اعادات، لازم هتشوف اعادة. صعب ان حضرتك هتلاقي في بعض المحافظات نجاح من اول مرة، ممكن تشوف اعادة وممكن تيجي من اول مرة. على فكرة لو كان التوجه وكان التنظيم جيدا، لو انت الحزب بتاعك نازل تنظيمه جامد وداخل، هيقدر يجيب لك النسبة بتاعة التصويت من اول مرة هتعدي، لان مسألة مجلس الشيوخ تختلف عن مجلس النواب. في مجلس النواب حضرتك بتتكلم على دوائر اصغر كثيرا من مجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ على مستوى محافظة بأكملها. يعني لو حضرتك قمت الصبح في محافظة القاهرة ولا محافظة الجيزة وانت مرشح، لو بدأت بس تقول انا بسم الله الرحمن الرحيم انا عايز اعدي على اللجان، مش هتعرف تخلص ربعها او نصها على ما اليوم يخلص. وبالتالي انت بتتحرك من مكان لمكان كمرشح، ولكن المندوبين بتوعك اللي موجودين في مناطق معينة ومسكنها، وده بيكون شغل الانتخابات بقى، اللي منظم اللي فاهم في شغل الانتخابات هو اللي هيعرف يعدي بالمرشحين بتوعه الفردي. بكلمش على القايمة، لان القايمة النهاردة مفيش قدامها حد، ولكن لازم تخش تنتخبها، وإلا القايمة ايضا يبقى عندها مشكلة. يعني لازم تحقق نسبة من الحضور، تحقق نسبة من الناس اللي بتوافق عليها. انما في الحالات الفردية بناخد اكتر الاصوات طبقا للحضور. طب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيخش؟ مين اللي هيخش اعادة؟ اللي هيخش اعادة اللي ما هيجيب 50% زائد واحد من عدد الاصوات اللي حاضرة، وبالتالي هتبقى المسألة في بعض المحافظات قريبة من بعضها قوي، يعني المنافسة هتكون واضحة وشديدة، خاصة مع كثرة اعداد المرشحين. لما يكون عدد المرشحين كتير، الاستقطاب بتاع المرشحين للناخب هيكون كتير، لان انا نازل لفلان وده نازل لفلان وده نازل لفلان، وبالتالي هتتكسر الاصوات. لن يكون هناك اجماع على شخصية واحدة كبيرة الا في بعض المحافظات اللي هيكون فيها عدد المرشحين قليل، وعدد الناخبين اللي نازل بيختار هيركز على شخص او شخصية عامة او شخص مشهور او رجل سياسي معروف. وعلشان كده دايما بيكون مجلس الشيوخ متعب للغاية في الانتخابات بتاعته، لانه على مستوى المحافظة بالكامل، ومش فيش قدرة قوية لمرشحين ان هم يقدروا يغطوا كل هذه المناطق، الترتيب والتنظيم واللجان والتحركات والمناديب اللي على اللجان والمناديب اللي على الصناديق ومناديب الفرز والعربيات اللي بتتحرك والعربيات اللي ممكن تجيب الناس من القرى والنجوع علشان يوصلوا لمجلس الانتخابات. كل دي اشياء محتاجة استعداد، ومحتاجة اللي احنا بنطلق عليه في السياسة اسم المطبخ السياسي. المطبخ بتاعك ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين ان كل وزارات فيها غرف عمليات، ووزارة الصحة ووزارة التنمية الإدارية والمجالس اللي مش عارف كذا ووزارة الداخلية ووزارة، كل ده موجود فيه غرف عمليات بتتابع العملية الانتخابية. أيضا كل المرشحين ليهم غرف عمليات، كل الأحزاب عندها غرف عمليات، كل الجهات المعنية أو المهتمة بالانتخابات هتكون متابعها وعندها غرف عمليات بتنقل ماذا يحدث وإلا ما وهنا ناقص وهنا كذا وهنا كذا. خدوا بالكم أن طول فترة التصويت هو لمصلحة الناخب، ولكنه أيضا متعب للغاية بالنسبة لكل اللي شغالين في الانتخابات، خاصة أنها بقت يومين. إحنا زمان كانت الانتخابات بتحصل يوم واحد والدنيا بتعدي، هو يوم خلصت على كده كويس، إنما الوقت كده. خلينا ناخد زملائنا المراسلين من محافظات أخرى نشوف إيه اللي بيحصل. مثلا من القاهرة معي هبة الحديدي، و من السويس معايا نسمة الشافعي، ومن الغربية معايا أيمن عماد، ومعانا نرمى عادل من كفر الشيخ، أهلا بيكي. نبدأ بمرنة عادل كفر الشيخ، مساء الخير يا مرنة.
مساء الخير. بالفعل احنا متواجدين هنا في محافظة كفر الشيخ منذ صباح اليوم في متابعة مستمرة لإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020. الانتخابات السنة دي بتقام وسط جائحة كورونا، وده اللي تطلب وجود كتير من الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها كافة المحافظات، وبالطبع محافظة كفر الشيخ طبقت هذه الإجراءات الاحترازية بحذافيرها. مبدئيا في بوابات تعقيم إلكتروني موجودة على كافة بوابات اللجان الانتخابية، وكمان في تباعد ما بين المقاعد اللي بيقعد عليها الناخبين في انتظار دخولهم للإدلاء بأصواتهم، وما بيسمحش ان اي ناخب يدخل ان كان ما بيرتديش الكمامة. وبالداخل بالطبع في كراسي لمساعدة الكراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي القدرات الخاصة للدخول والإدلاء بأصواتهم. وداخل اللجنة في قفازات بلاستيكية بيتم توزيعها على الناخبين علشان يقدروا يستخدموها في مسك الأقلام والإدلاء بأصواتهم، وبعدين بيتم التخلص منها في الحال. خلينا نتكلم ان في وقت الراحة اللي كان من الساعة 3 للساعة 4 تم تعقيم كافة اللجان الانتخابية هنا في محافظة كفر الشيخ علشان تكون على أتم استعداد لاستقبال باقي الناخبين بعد فترة الراحة. خلينا نتكلم عن الإقبال. الإقبال النهاردة كان جيد لحد كبير، يعني في إقبال من الشباب، في إقبال من السيدات بالذات، لأن كتير من المرشحين في محافظة كفر الشيخ من السيدات والشباب، فكان في حرص ان هم يمثلوا الفئه بتاعتهم. خلينا نتكلم ايضا ان في متابعه مستمره من غرفه العمليات الخاصه بمحافظه كفر الشيخ على متابعه مستمره لكل الاحداثيات، كل اللي بيجد في المحافظه. خلينا نتكلم ايضا ان هيئه الاسعاف دفعت ب 100 سياره اسعاف في مختلف الشوارع والميادين الرئيسيه علشان تقدم الدعم الطبي لكل اللي بيحتاجه. خلينا نتكلم ان كان في كتير من منظمات المجتمع المدني اللي رصدناها على مدار تواجدنا في اليوم اللي كانت بتتابع سير العملية الانتخابية وفق القواعد والقوانين اللي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومع الحديث معاهم يعني أشادوا بأداء المحافظة في الانتخابات وبالإجراءات الاحترازية اللي بيتم اتخاذها. شكرا زميلتنا يعني ميرنا عادل من كفر الشيخ. خلينا نتحرك بحضراتكم إلى السويس. الزميلة نسمة الشافعي، مساء الخير، أخبارك إيه نسمة؟ أنت عندك 13 مرشح يتم اختيار شخص واحد فقط من ال 13، اخبار الاقبال ايه في السويس؟ عدي بقى عدي عم. برحب بحضرتك يا استاذ محمد، وبرحب بكل الساده المشاهدين. لازلنا بنتابع معكم انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 من محافظه السويس، وتحديدا من مدرسه الشهيد محمد بخيت بحي فيصل. اللجان جميعها فتحت ابوابها في تمام الساعه 9 صباحا، ويستمر العمل بداخلها حتى 9 مساء، يعني مع وجود اجراءات احترازيه خاصه بالتنسيق مع المحافظه بوزاره صحة. ولمزيد أخبار من أخبار الإقبال إيه مساء؟ أخبار الإقبال كان مساء أكتر ولا كان صباحا يا نسمة؟ الإقبال أكتر الصبح ولا بالليل؟ الإقبال بالتأكيد في المساء الإقبال يعني أو الأعداد بتتزايد نظرا لارتفاع درجة الحرارة في محافظة السويس، وبس على الرغم من ارتفاع الدرجة لكن كان في إقبال من كبار السن ومن السيدات ومن الشباب ومن الفتيات كمان، يعني ما كانش في فئة بعينها مسيطرة لكن جميع الفئات رأيناها منذ الصباح. لمزيد من التفاصيل حول الإجراءات الاحترازية بيسعدني أن ينضم إلي دكتور فيصل الجودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس. أنا برحب بحضرتك في البداية يا فندم. أهلا وسهلا بيكي وبكل العاملين مع حضرتك في هذه القناة المحترمة. يمكن النهاردة العرس الانتخابي للاستحقاق الانتخابي مجلس الشيوخ 2020، ده حق مصر علينا ان احنا ننزل وننتخب، ويمكن النهاردة في هذا الانتخاب او هذا العرس ذا طابع خاص في وجود كوفيد 19 او الكورونا المستجد. يمكن ده كان بناء عليه كان في تجهيزات كبيرة جدا للإجراءات الاحترازية أثناء عملية الاقتراع. يمكن ده مر بمراحل، كانت المرحلة ما قبل الانتخابات من اجتماعات يمكن معالي الوزيرة ومعالي اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر في محافظة السويس. هنا عملنا اجتماعات مع كل الجهات التنفيذية وبالتكاتف مع كل الأجهزة التنفيذية في المحافظة علشان يتم الاقتراع في أمان صحي لكل السادة المواطنين.
هتكلم على الإجراءات بتاعتنا. يمكن هي مراحل، أول حاجة مرحلة يكون فيها الوقاية، مرحلة وقائية من أثناء دخول الناخبين إلى لجان الاقتراع، وده بتواجد أحد الفرق الطبية أو أحد أفراد الفريق الطبي، سواء كان ممرض أو يمكن مراقب صحي في بعض اللجان، وده كان له أثر إن اطمئنان المواطن اللي جاي ينتخب. ده في وجود كل المستلزمات الوقائية، سواء الكمامات سواء المطهرات. في مرحلة ما قبل وجود الانتخابات أساساً في المدارس تم تطهيرها بالكامل، يمكن مثل الإجراءات اللي حصلت مع التربية والتعليم أثناء عملية الامتحانات. يعني يا فندم نتحدث عن كيفية التعامل مع زميلة نسمة الشافعي، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. خليني أنتقل بحضراتكم فورا إلى الغربية، زميلنا أيمن عماد. مساء الخير يا أيمن. أيمن ازيك، وقول لي الغربية كيف يعني الإقبال عامل ازاي؟ قول لي حضرتك. احنا موجودين الان قدام مقر مدرسة او لجنة جول جمال ايوه تبع لمدينة ايوه جول جمال تبع لقرية بش تبع لمدينة المحلة، طبعا المدينة الاشهر في محافظة الغربية. زي ما حضرتك شايف قدام اللجنة اشتداد الزحام، بعكس صباح ممكن الكاميرا تبين لنا مع حضراتكم، يعني الناخبين منتظرين دور الانتخاب في للإدلاء بأصواتهم، يعني بعكس في الفترة الصباحية اللي كانت بتشهد إقبال متوسط نظرا لانشغال السادة المواطنين في أعمالهم وأشغالهم. وطبعا في فترة الذروة بعد الظهر كان الإقبال ضعيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة، ثم بعد ذلك شكرا أيمن، وهرجع لك تاني أيمن. هبة الحديدي القاهرة، مساء الخير يا هبة، أخبار الإقبال في القاهرة إيه؟ أنت موجودة فين بالظبط؟ مساء الخير يا أستاذ محمد، ومساء الخير على مشاهدي. أنا موجودة بداخل مدرسة قصر الدبارة بشارع القصر العيني بمحافظة القاهرة. الإقبال أخباره إيه؟ بالليل أكتر الصبح أكتر؟ يعني بتستعدوا؟ في ناس عندك جوه؟ هو طبعا يعني الإقبال كان يعني من مختلف الفئات العمرية، من الشباب والسيدات وكبار السن، ولكن كان بصفة أكبر من جانب السيدات والشباب. وها هم يعني حتى ما زال يتوافد بعض المواطنون للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم حتى في الساعات الأخيرة قبل إغلاق اللجان في الساعة 9 مساء. يعني هبة الحديدي بشكرك شكرا جزيلا، وحتابع معك في خلال هذه الحلقة ماذا يحدث. زي ما قلنا لحضراتكم، أنا بشكر هبة الحديدي، محمد سلامة، آية القاضي، عمرو عبد الحميد، مها صبري، نسمة الشافعي، أحمد فرج، أيمن عماد، ومرنا عادل، كل زملائنا في المحافظات المختلفة، القاهرة، الدقهلية، الإسكندرية، بني سويف، الجيزة، السويس، الفيوم، الغربية، وكفر الشيخ. تغطية خاصة جدا من الحياة اليوم، انتخابات مجلس الشيوخ في مصر. نطلع فاصل ونرجع تاني الحياة اليوم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث إنها أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور 2019، استكمالا لمسيرة الإصلاح السياسي التي تنتهجها الدولة المصرية.
عدنا لحضراتكم مرة أخرى. هذه التغطية الخاصة الحياة اليوم، انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020. تابعنا مع حضراتكم 9 محافظات مع زملائي الأعزاء المنتشرين، ومنتابع في 9 محافظات سير العملية الانتخابية من الساعة 9 الصبح لحين الإغلاق في الساعة 9 مساء. ومعي الآن في الاستوديو ضيوفي الأعزاء عشان نتكلم على الانتخابات والرؤية العامة لسير العملية الانتخابية، دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بحضرتك. والأستاذ محمد عبد العزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيضا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أهلا بحضرتك. أهلا بك. هبدأ بيك. تنسيقية شباب الأحزاب، أنا كنت استقبلت، قلت لكم مرشحين موجودين في القايمة وقابلتهم، بتعملوا إيه في غرفة العمليات؟ بترصدوا إيه؟ الحقيقة غرفة العمليات المركزية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي بتدير المتابعين الحاصلين على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات كجزء من آليات المتابعة المتبعة في الانتخابات عموما. وفكرة آليات المتابعة للعمليات الانتخابية اللي بتحصل على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لأنها تقدر أنها تدخل اللجان وترصد وتفرز وترى وتوثق ما يحدث على الأرض في عملية تسير العملية العامة، ومن ضمنهم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن ضمنهم المجلس القومي لحقوق الإنسان من ضمن الجهات الحاصلة على تصريح. هو في كذا منظمات من المجتمع المدني، أكثر من 152 مؤسسة، في مؤسسات مصرية ومؤسسات عربية ومؤسسات دولية، وأيضا هناك صحف وإعلام سواء كان مصري أو عربي أو دولي، وأيضا المجالس القومية المتخصصة زي القومي لحقوق الإنسان وزي القومي للمرأة والقومي لشؤون ذوي الإعاقة، وايضا من ضمن هذه الجهات موقع تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين حصل على تصريح متابعه اعلاميه لتغطيه العمليه الانتخابيه. يعني انتوا بتتابعوا مع الجهات الاخرى، بتتصلوا بيهم بتقول لهم انتوا رصدتوا، وعندنا متابعين على الارض. ايوه، في 1500 متابع بيغطوا تنسيقيه شباب الاحزاب. تنسيقيه شباب الاحزاب من كل الاحزاب في مصر، من كل الاحزاب، مش لحزب معين، هم نازلين للتنسيقيه، نازلين للتنسيقيه من مختلف الاحزاب. عندنا في التنسيقيه اعضاء 27 حزب، وايضا مستقلين، في شباب سياسيين مستقلين بيغطوا 27 محافظه. فاحنا عندنا متابعين غطوا جميع المحافظات، موجودين في كل المحافظات، بالاضافه ان غرفه العمليات المركزيه لديها تنسيق مشترك مع غرف العمليات المناظره في المؤسسات الاخرى. فاحنا على تواصل مع 27 حزب على الاقل، 27 حزب. أيوة. وايضا المنظمات المجتمع المدني. تمام. وايضا سواء اللي حصل على تصريح، رصدتوا ايه بقى؟ بتطلعوا تقارير؟ احنا طلعنا حتى الان تقريرين، التقرير الاول مع فتح اللجان، واللجان في معظمها الغالبيه العظمى ليها فتحت في موعدها، في بعض اللجان ربما كانت لبعد المسافه الرئيس اللجنه تاخر ربع ساعه نص ساعه مثلا، لكنها فتحت بعد كده. ده بيعوض بعد الساعه 9 بالليل، بيعوض بعد الساعه 9 بالليل اذا كان في مثلا داخل اللجنه ما زال لسه في ناس عايزه تجري التصويت. لكن الغالبيه العظمى نقدر نقول بنسبه عدت 98% على مستوى الجمهوريه، اللجان فتحت في موعدها الساعه 9 صباحا. بنتاكد متابعين على الارض بيدخلوا اللجنه بيتاكدوا مثلا من تعليمات الهيئه الوطنيه للانتخابات انها مطبقه، سواء كانت الاجراءات الاحترازيه، ارتداء الكمامه وتعقيم اللجنه قبليها، وارتداء المواطنين الكمامه اللي داخلين يصوتوا، كل ده موجود. بترصدوا حاجات معينه، انتوا عاطين لهم ورقه بص لي على واحد اتنين مجموعه ثلاثة. ارشادات ايه؟ تمام. الحاجات الاسئله اللي احنا بنطلبها مثلا، هل يوجد مكان يختلي به المواطن للتصويت بشكل سري؟ يعني في ستاره والمواطن بيصوت بشكل سري. الحقيقه كل اللجان فيها الحاجات الستاره، الا مثلا لو قلنا عدد ضئيل جدا لا يذكر انه الستاره مش موجوده، لكن في مكان يتم الاختلاء به، يعني هو يدلي بسريه لكن من غير ستاره. لكن في الاجمالي الغالبيه العظمى الاجراء ده مطبق موجود، يعني متبع. كمان انه ما بيبقاش في دعايه انتخابيه داخل مقر اللجان. في ناس رصدت دعايه انتخابيه، انا بقول الحاجات اللي احنا بنسال عليها. تمام. في امام اللجان بره المدرسه بعض المرشحين، تم رصد حدوثة. بعض المرشحين الفردي في اماكن مختلفه، يعني كانوا عملوا بعض الدعايه الانتخابيه، احنا رصدنا ده ووثقناه في التقرير الثاني. لو حضرتك دخلت على صفحه التنسيقيه تلاقي ان احنا رصدنا هذا الامر. يعني انتوا صفحه تنسيقيه شباب الاحزاب النهارده منزله المخالفات اللي انتوا رصدتوها، منزله المخالفات، صورتوها، منزله المخالفات. التصوير ده بيحتاج الى تصريح خاص، ده وسائل الاعلام حضراتكم المفروض تنقلوا هذا الكلام. تمام. لان عندكم تصريح تصوير، لكن المتابعين اللي زينا
التصوير يتم باستئذان رئيس اللجنه، لكن في تصوير في تصريح خاص بيصدر من الهيئه الوطنيه للانتخابات للمصورين الصحفيين والمصورين الاعلاميين اللي موجودين، لكن احنا متابعينا رصدوا ووثقوا يعني هذا الامر انه موجود في بعض الاماكن وقلناها في التقرير الثاني. التقرير الثاني بتاعكم مفيش اي مخالفات، لكن المخالفات يعني في تقديرنا يعني مفيش عندك حاجه قويه تقدر تقول النهارده حصل كذا. في تقديرنا انه اليوم يعني احنا تقريبا داخلين على قرب نهايه اليوم يعني خلاص احنا بالظبط فاضل 3/4 ساعه. اقدر اقول لك ختاما اجمالا يعني اليوم مر بشكل طبيعي جدا، سير العمليه الانتخابيه كان بشكل منتظم وهادئ، ما كانش فيه مشاكل. المخالفات اللي حصلت ربما لا تذكر، تكاد لا تذكر، يعني في الاغلب الساحق يعني العمليه الانتخابيه تسير وفقا لتعليمات وقرارات الهيئه الوطنيه للانتخابات، وايضا حتى المخالفات لا تؤثر على سلامه العمليه الانتخابيه، يعني ما تغيرش في طبيعه النتيجه ولا تغير في طبيعه مسار التصويت، وبالتالي ما عندناش مخالفات ممكن نقول عليها انها خطيره تؤثر في سير العمليه الانتخابيه. دكتور طارق، المراه في الانتخابات المصريه النهارده، المراه جابت جون في انتخابات مجلس الشيوخ. الرجاله طبعا بداوا يظهروا بالليل كتير بعد ما خلص شغله وبدا ينزل والى اخره، انما المراه المصريه وده الاستحقاق تقريبا الرابع من بعد الثوره، المراه المصريه بقت عنصر بيحدد مين ينجح ومين يسقط. رايك ايه في ان المراه مهتميه جدا ان تنزل تروح تدور انتخابات؟ يعني شوف انا يعني سمعت حضرتك قبل ما ادخل هو طبعا حضرتك واضح منحاز للمراه، فطبعا انا همشي في انا لازم طبعا انحاز طبعا لازم انحاز يعني انا منحاز للمراه جدا حتى باشا مع طرح حضرتك اللي حضرتك تكرمت بيه. في جزء من الممارسه السياسيه للمراه طوال الاستحقاقات السياسيه بعد ثوره 30 يونيو فعلا في مشاركات كثيره، ليس في العمليه الانتخابيه فقط، لان زادت المشاركات، زادت بصوره كبيره وفق بالارقام والمؤشرات. بطبيعه الحال بتنقل صوره مهمه جدا، ويمكن السيد الرئيس اكد اكثر من مره على هذا الموضوع انها هي اللي بتوجه المراه سواء الاسره او الاطراف المجتمعيه او ما الى ذلك. لكن خلينا اقول هو حضرتك انماط التصويت عموما في السنوات الاخيره حتى بعد ثوره 30 يونيو، انماط التصويت دي اتجاهات التصويت بتركز، انا مش هتكلم كلام اكاديمي بس عشان حضرتك ما تبنيش بعض الملاحظات في الاول. تمام، انت جزء وانا بحب جدا العفو، لا التحليل بتاع حضرتك يعني بيكون انماط التصويت طبعا. انماط التصويت استكمال للكلام قاله استاذ محمد، جزء منه انماط التصويت بتميل بقوه الى انه في شريحه المراه والابي بقوه. ازاي؟ ان عند حضرتك في الريف التصويت بيكون بصوره كبيره جدا بعيد عن الارقام وبعيد عن كذا، في جزء ده مرتبط بايه حضرتك؟ البيئه المجتمعيه القبليه والاسر والعائلات وما الى ذلك، فالريف يصوت اكتر من المراكز الحضريه طبعا. دي معلومه للجميع طبعا. الجزء الاخر هو قدره الحشد الكبيره بتتركز في كتل تصويتيه كامله، يعني احنا كنا في مراحل معينه في حاجه اسمه الصوت المرتبك اللي هو مش عارف يروح يعمل ايه. فالنهارده انت حضرتك عارف بتروح تعمل ايه في الدوائر اللي هي محدده بصوره مباشره، هترد حضرتك عليها تقول لي لا الدوائر متسعه جدا، في ناس مش ما تعرفش بعض، القايمه كبيره جدا، هتنقي الاسماء ازاي؟ طبعا انا عندي انا عندي مشكله يعني، وده اللي انا قلته وتوقعته ان هيحصل اعداد كتير في محافظات معينه. ليه بقى؟ ليه؟ او القاهره فيها 98 مرشح تمام. يعني الورقه اللي بياخدها الناخب فيها 100 اسم، فيها ايه؟ هتقعد تختار حضرتك يختار منهم 10 10، فحضرتك هتتعب عقبال ما توصل لهم. ده هنا محتاجه ايه بقى حضرتك كاستاذ محمد؟ محتاجه انك انت يبقى في وعي، في اعلام مباشر على الاسماء، في حمله انتخابيه مفترض، او يكون اللي بيحصل وده بيحصل في كل دول العالم ان الناخب ده نازل موجه ومعاه ورقه كده مكتوب فيها الارقام، حد قال له انزل انتخب دول يعني ايا كان، لكن هي دي امور معتاده في العمليه الانتخابيه في طبعاً. كل دول العالم مش في مصر، ما طبعا في العالم كله طبعا بالظبط. فدي مش هو لازم يكون داخل على الاقل من العشرة، ما مش هينزل يخش يختارهم جوه لكن بالظبط لازم يكون عارف على الاقل 5 6 يبقى عنده ايه؟ عنده معلومات مؤكده انه نازل. زي ما بقول لحضرتك ما بيبقاش الصوت مرتبك، ما فيش حاجة اسمها الصوت العائم، يعني اللي انت حضرتك داخل فلسه هتتدور. وخلي بال حضرتك في بيئة نسبة أمية كبيرة، نسبة الأمية الكبيرة دي اللي ممكن المؤسسات اللي هي بتتابع وتراقب سير العملية الانتخابية تقف قدامها. بمعنى ايه؟ ما تقفش قدام الصور انه واحد داخل
مش عارف هيصوت لمين. ده بيحصل في كل دول العالم. عايز اقول لحضرتك بيقف قدام الصندوق مش عارف يدي لمين بصرف النظر بقى الاسماء 100 او ما تزيد الى هذا. جزء من المهم في ده انه الاعلام دائما ما اقول الاعلام هو الذي يصوته وليس المواطن. النهارده حضرتك ناس بتثق في الاستاذ محمد مصطفى ليه؟ لان انت النهارده وانت بتغطي برؤيه شامله. الكلام اللي قاله الاستاذ محمد ده بيحصل على الارض وكل هذه الجهات بتراقب وبتتابع، فبالتالي في دعوه بتبقى للمواطن انزل انتخب صوتك طبعاً. مهم. وفي طبعا اليات تصويتيه جديده. النهارده حضرتك برغم ازمه كورونا، برغم انه كل الاجراءات الاحترازيه اللي الجميع اتكلم فيها، الدوله قدرت تنجح في تعمل انتخابات في بمهاره كبيره وتخرج بالشكل اليوم الاول بهذه الصوره. انت بتسجل ان اليوم ده نجحت الدوله في ان هي تعمل انتخابات في هذا التوقيت. اولا هقول لحضرتك معلومه، عدد من دول العالم في دراسات النظم اجلت الانتخابات بتاعتها. صحيح. سواء كانت المحليه او البلديات والتشريعيه. احنا انا كنت متوقع انهم ياجلوا. انا هقول لحضرتك هنا نجاح الدوله في كلنا بالظبط. فانت كلنا كان عندنا توقع هياجلوا الانتخابات وحسيت ليه صعب. ليه بقى؟ لانه عديد من دول الاستاذ محمد في دول عديده في العالم اجلت ده، فانت عملت ده في الانتخابات قدرت تعمله. في جزء من ده رسالة حضرتك كمصر كدولة مستقرة، لأن أنت بتنقل صورة جيدة برغم كل ما جرى في موضوع أزمة كورونا وتداعياتها، وجزء منها مرتبط بأحداث سياسية في الإقليم كله. وبالتالي في حاجتين أنت قدرت تعملهم بمهارة الدولة أدتها. بس أنا عايز أقول ده مش غريب على الدولة المصرية، يعني الناس يعني برغم أن احنا بنقول ده لكن ده مش غريب. الدولة قوية لديها إمكانيات هائلة. جزء مما جرى، وانا طبعا اتمنى ان المجهود اللي اتعمل في مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات دي انه يترجم بلغه اجنبيه ويرسل الى الخارج، لانه دي رساله مهمه واعتقد دي رساله جيده بتقوم بها الهيئه العامه للاستعلامات. يعني استاذ ضياء رشوان بيعمل ده في الهيئه وعديد من مراكز الابحاث اللي هي متابعه، لانه لازم يتنقل ده من خلال السفارات والهيئات الخارجيه. ده مهم جدا لانه طبعا هذا جهد كبير جدا ومحسوب للدوله المصريه، محسوب لمؤسساتها، محسوب لأجهزتها الإدارية والأمنية. فدي رسالة مهمة بصرف النظر عن التفاصيل. اليوم الأول مر بشكله جيد وإن شاء الله تخرج النسبة كبيرة. مش عايز أقف بقى هنا حضرتك أمام أمرين لأنه للأمانة لازم أقولهم في التحليل. جزء منه ظاهرة العزوف الانتخابي لدى المصريين. المصريين لديهم عزوف انتخابي في كثير من الأمور. نسب المشاركة السياسية حتى بعد من 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 عايز أقول من السبعينات، مش هقول بقى أيام جماعة الإخوان الإرهابية ولا، لكن هقارن بين إنه في ظاهرة اسمها ظاهرة العزوف الانتخابي، إن المصريين عندهم ظاهرة العزوف الانتخابي بصورة كبيرة جدا، ودي طبعا من أحد أمراض النظم الانتخابية. الأمر الثاني إن أنت حضرتك اديت تسهيلات كتيرة جدا، أنت عملت نظام انتخابي جيد. هتتحفظ سيادتك على بعض النقاط يا أستاذ محمد، هتقول لي لا أصل القائمة واحدة، كنا نتمنى تبقى قائمتين. ده هنتكلم فيه بعدين. لكن عايز اقول الاطار العام لليوم الاول شكل يليق بالدوله المصريه. بالظبط كده. شكل يليق بالدوله المصريه. انا ناقشت حكايه ان عدم وجود اكثر من قائمه، بس دي على فكره يعني دي مش مشكله لا الهيئه الوطنيه ولا الحكومه. لا طبعا. يعني لا ما 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 قالش حد ما تعملش طبعًا. ما تعملش كده. دي مشكله القوى السياسيه والاحزاب. رغم ان انت قلت لي انتوا 27 حزب. صح؟ وطلعتوا شباب الاحزاب، انت كنت شايف ازاي المناقشات اللي في الاخر جابت 11 حزب فقط لا غير في القايمه، مش كده؟ 11 حزب. 11 حزب وتنسيقيه الشباب. صح؟ مظبوط. اللي نازلين في القايمه اللي هي قايمه كليوباترا. طب بقيه الاحزاب اللي معاكم حضرتك اللي قلت ان الرمز ما بستخدموش لان الرمز ما بالظبط. لا انا راجل اعلامي، انا راجل اعلامي. ما خلينا هو لا بيستخدم بعد اذنك. هو في رمز تاني؟ ما فيش. لا انا بتكلم على ايه؟ انا اللي بتكلم عليه انتم ما حاولتوش تقنعوا من ال 27 حزب اللي موجودين معاكم للشباب اللي موجودين في تنسيقيه الاحزاب، يا جماعه اقنعوا احزابكم تعمل مثلا قوائم اخرى تخش في ما قدرتوش. اقول لحضرتك، اولا احنا نتمنى دائما ان يكون في تنافس واختلافات حزبيه انتخابيه او سياسيه تكون اكتر من تحالف سياسي او انتخابي ينزل الانتخابات. الحقيقه احنا كنا قدام واقع، هذا الواقع فيه 11 حزب اتفقوا مع بعض. في هناك احزاب نزلت الانتخابات على النظام الفردي لكنها ما نزلتش الانتخابات في القوائم، يعني قدموا مرشحين في الفردي لكن ما قدروش ان هم يكونوا قائمه لان القائمه محتاجه تحالف كبير مثلا يعني. ففي امر له علاقه بالمقدره بالقدره مش بالمبدا، يعني ممكن تبقى عايز
بس مش قادر انك تنفذ ده على الارض. نتمنى انه الاحزاب في الدورات الانتخابيه القادمه عندنا نعتبر ان انتخابات مجلس الشيوخ مثلا بروفه لانتخابات مجلس النواب. نتمنى انه الاحزاب اللي ما قدرتش انها تكون موجوده ضمن التحالف اللي فيه 11 حزب انها تقدر تجهز نفسها في انتخابات مجلس النواب وتقدم قوائم اكتر، يعني نامل ذلك. وعندها فرصه اذا كان الوقت مثلا كان ضيق في انتخابات مجلس الشيوخ، فلسه عندنا شهرين مثلا على اجراء انتخابات مجلس النواب، فيقدروا ان هم يقعدوا مع بعض من دلوقتي ويحاولوا ان هم يكونوا تحالفات سياسيه. ده امر بالتاكيد في مصلحه العمليه الانتخابيه وفي مصلحه الديمقراطيه ان يكون في تنافس. احنا طول الوقت مع الحوار ومع ان يكون في اكتر من قائمة. انا بس في نقطه ذكرها الدكتور طارق عن ترجمه البيانات تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين البيانات او التقارير اللي صدر عن غرفه العمليات بتترجم الى الانجليزيه والفرنسيه وبيتم نشرها للصحافه الدوليه اللي بتتابع الانتخابات. وانا عايز اقول لحضراتكم انتوا الاثنين دكتور طارق والاستاذ محمد، انا عايز اقول لكم ما تقلقوش، كل الصحافه الدوليه بتطلع تقاريرها كلها باللغات وبتترجم هي اوتوماتيك. طبعا طبعا وهي اوريدي مهمه يا استاذ محمد. كل الصحافه هي باصه للكلمه اللي حضرتك قلتها مهمه قوي. هم باصين على منطقه مشتعله حوالينا في كل حته، باصين على دول اجلت التجربه، باصين على تجربه مختلفه. وفي نقطه هنا وان في اصرار انك انت تعمل ده. حابب كمان نبدا اذا عايزين نبدا يعني بالاشاده، فانا الحقيقه لازم نشيد بدور وزاره الخارجيه اللي استطاعت انها تنفذ تصويت المصريين في الخارج في العالم كله بيمر بجائحه كورونا بتعليمات وقرارات الهيئه الوطنيه للانتخابات باليه التصويت بالبريد. والحقيقه الموضوع تم بحرفيه شديده جدا. وأنا بس كان عندنا مشكله ان اليوم الاول كان يوم الاحد وكان يوم اجازه والبريد قافل. بس هو التسجيل يعني كان ممكن كان من بدري كان قبلها تسجل وتقدر تبعت اونلاين. انت عندك يعني في اليات للتسجيل موجوده والنهارده بالامس يعني بالامس كان شغال عادي. تقدر انا بس في نقطه هنا انه التصويت بالبريد ده كان عندي قلق اول ما عرفت انه التصويت هيتم بالبريد، هل الموضوع ده ممكن ينتهك فكره سريه الصوت؟ لان انت بالبريد بتبعت اسمك لما شفت بتسجل برقم لكن الهيئه الوطنيه للانتخابات وضعت اليه تمنع انه الصوت في النهايه يتعرف ده صوت مين. في طريقه للتسجيل، طريقه التسجيل أيوه. بيكون في ظرفين، في ظرف هو اللي مسجل عليه البيانات، الظرف اللي بيوضع في الصندوق واللي أيوه. بيتفرز ده ظرف تصويتي ده ظرف تصويتي ابيض ليس عليه اي علامه بيطبعه وبالتالي حافظوا على الاجراءات السريه رغم البريد واستخدام هذه الاليه، ودي حرفيه شديده اتعامل بيها هذا طبعا يعني. في السياسه هتعرفها ازاي؟ من عدد التصويت بس يعني هيبان لك اذا كان في تلاعب او ما فيش تلاعب. وبعدين ما حدش هيقدر يدخل في السيستم اللي هم عاملينه، هو سيستم بسيط جدا الى مرحله ان انت يصعب ان انت تضربه. صحيح. ليه؟ صحيح، لان ده اللي هيخش عشان يضرب اصوات هيضرب كام صوت؟ 3000 5000 صوت. يبقى عايز يجيب 5000 اسم ب 5000 عنوان ومسجلين عند السفاره ويسجلهم ويطبع لهم الورقه ويبدا يبعتهم كلهم ويبعتهم من 5000 مختلف. صعب صح؟ مستحيل تتعمل منظومه مختلفه. فبالتالي هو مش هيعرف كمنظومه من كتر ما هي بسيطه ان هو يخش يضربها. فيعني انا بس عايز اضيف نقطه لكلام الاستاذ محمد. هو جزء من الاحزاب اللي احنا بنتكلم، مش فقط ان العمليه الانتخابيه دي حضرتك استاذ محمد هتبقى للانتخابات مجلس النواب فقط، انت محتاج النهارده احزاب تجتمع او تاتلف او تتحد او تندمج. اختار بقى مصطلح فيهم في هذا الاطار. لكن لا اختار له حلقات نقعد انا وحضرتك نتكلم فيها. ليه بقى؟ ليه؟ لانه النهارده انت عندك كيان جديد للامانه لو بتتابعه حضرتك جيد جدا موضوع تنسيقيه الاحزاب. ليه بقى؟ ليه حضرتك؟ لان انت عايز تحرك المياه الراكده في ملف الاحزاب في مصر. احنا عندنا مشكله يجب ان نعترف بيها اذا اردنا ان احنا نعمل احزاب قويه في هذا البلد. جزء منه مرتبط حضرتك ب الشباب اللي دخل وبيحاول يؤدي دور ودور جيد، وطبعا نتمنى ان الدور ده يزيد في الفتره اللي جايه. والتمويل يا دكتور خلينا نكون واقعيين، طب أنا السياسه أنا عايزه فلوس. طب انا هقول حاجه يعني ربما حضرتك تختلف معايا فيها. كل احزاب الدنيا بتمول برجال الاعمال في كل دول العالم. تمام، في كل دول العالم، لكن علينا ان نفصل بين امرين. مش كل رجال الاعمال بيشترطوا على الحزب ان يمتلكوه علشان يمولوه. انا مش عايز يعني خليني اردها كده صح ولا لا؟ انا متفق مع حضرتك. تمام، لكن في مشكله ان انت ما تشخصنش الحزب وتديله بعد شخصي. اشكرك. تمام. هذا الامر ليه بقى؟ لابد ان حضرتك
تضع محمد شردي داخل الحزب الفلاني هنا زي ما بقول لحضرتك التجربه موجوده في كل دول العالم، لكن فيها نوع من الرشاده في هذا الاستخدام وفيها نوع من الاعلان الواضح والصريح طبعا والمراقبه الماليه وفيها كل حاجه مفيش اي مشكله. فدخول رجال الاعمال ده شيء ايجابي جدا، بالعكس ده انت هتمول احزاب وهتشتغل، ما انت محتاج ده في السياسه ومحتاج ده دلوقتي. ليه حضرتك بتقول لي التمويل؟ لا انا بقول لحضرتك قبل التمويل هو ان الاحزاب التي منحت شيكا على بياض في انها تعمل عليها ان تراجع نفسها. النهارده ما فيش حاجه اسمه حزب بياخد في دراسات النظم السياسيه ياخد تصريح ابدي يعني مفتوح يا استاذ محمد. صحيح. النهارده الحزب اللي لا يحوز على نسبه معينه، ودي لابد ان نوجه فيها المشرع ان يقوم بهذا، انه الاحزاب التي لا تدخل المجالس النيابيه دورة او اتنين ونتفق على الاليات لده، لابد ان الحزب تسحب رخصته مؤقتة. لا. انا مش هقول شطب، لا معلش طيب انا مش هقول شطب يا مش والله انت بتتكلم يا فندم، انت بتتكلم في نقطة مهمة جدا جدا يعني، ولكن ليس مجال النقاش فيها الوقت خالص. احنا مهمة بنتكلم على انتخابات مجلس الشيوخ. ليه؟ لان انا عايز اناقش النقطة دي بالذات مع حضرتك وانا اعتقد ان هي هتكون التشريع القادم، ويجب ان يكون ده لتنظيم الحياه السياسيه. احنا الهدف قوه الاحزاب يا استاذ محمد بالزبط. انا النهارده شيء مبهر ان انا شايف في الانتخابات مجلس الشيوخ في اسماء كتيره جدا داخله، تمام؟ في مشكله حضرتك ممكن تقف قدامها في موضوع ان قائمه واحده. محمد قال وده كلام صح انه لا يوجد ما يمنع هذا، الاحزاب ما كان ممكن تعمل قائمه واثنين وثلاثه، لكن هي القضيه في ايه؟ ان انت حضرتك بتأدي الانتخابات في ظروف استثنائيه صعبه للامانه، وظروف استثنائيه عايز تعملها، وبالتالي عليك ان تراجع الايجابيات والسلبيات بعد اجراء هذه الانتخابات. ده لازم في شوف شوف الحساسيه كلها. انا في النقطه اخيره اي نظام انتخابي له سلبيات وله ايجابيات، ولا يمكن ان نتفق صحيح كل القوى السياسيه في اي مكان في العالم، ولا يجب ان تتفق كل القوى السياسيه، لا يمكن ان يتفقوا على الخلاف نظام انتخابي واحد بالظبط. هيفضل طول الوقت كل اتجاه يرى النظام الانتخابي الامثل طبعًا من وجهه نظره طبعًا سواء الامثل من وجهه نظره او الاكثر تعبيرا عن مصالحه، يعني هو ينجح في النظام ده اكتر فيبقى شايفه الامثل، مش بالضروره الامثل لل... لكن في النهايه صحيح. الخلاف حوالين النظام الانتخابي ده مفهوم، وهتلقى في ناس شايفه ان النظام الانتخابي ده صعب وفي ناس شايفاه اسهل، لانه مثلا اللي بينجح ب 50% زائد واحد واضحه بالنسبه لي، ما جبتش 50% زائد واحد هتعيد الانتخابات، لكن مثلا نظم اخرى زي القائمه النسبيه مع تمثيل الفئات ده معناه انك ممكن تبقى محتاج حسبه برمة عشان تحسب مين اللي نجح، لكن القائمه النسبيه بتمثل الاحزاب والقوى السياسيه اكتر، يعني بتبقى اسهل في التمثيل، بتعمل تمثيل اوسع، لكن في نفس الوقت في صعوبه في حساب المكسب والخساره فيها، يعني فكل نظام انتخابي احنا جربنا في له مصر مميزات كل النظم وله ايجابيات في ماده النظم حق لتجارب النظم الانتخابيه يا استاذ محمد انتخابية. احنا جربنا في مصر اغلبيه كل هذه الانظمه من سنوات من السبعينات على فكره، كل الانتخابات كلها اجريت بصوره وده مش في ايجابي وسلبي، مفيش اي مشكله وده مش عيب على فكره. الوصول الى نظام انتخابي امثل يلائم الدوله المصريه في توقيت معين ربما لا يلائمها في ظروف معينه. بالظبط. النهارده خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني بعد الفاصل، هنستمر في هذه التغطيه المباشره انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في اليوم الاول الحياه اليوم. عدنا لحضراتكم مرة أخرى، تغطية حية ومباشرة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في الحياة اليوم، تابعناها من 9 محافظات مع زملائي المنتشرين في هذه المحافظات. دقائق ويبدأ إغلاق اللجان اللي مش موجود فيها ناخبين. لو كان هناك ناخبين داخل الحرم الانتخابي أو داخل المدرسة يعني، لو دخلوا خلاص وموجودين وانتظروا ان هم يصوتوا، سيظل القاضي وتفضل الصندوق مفتوح لغاية انتهاء اخر ناخب داخل الحرم الانتخابي، ثم يتم اغلاقها. وزي ما حضراتكم تعرفوا ان اللي هيحصل بعد كده، وفي مراقبين كتير جدا بيراقبوا هذه العملية، وبكرة نفتح من 9 لغاية 9 مساء. كنت اتحدث مع ضيوفي دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، والأستاذ محمد عبد العزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكنا بنتكلم على المندوبين والمراقبين النازلين يشوفوا الانتخابات المرة دي في مصر.
انا الحقيقه خدت ادي الكارنيه او الورقه المصدره، حاجه فاخره جدا اللي خارجه بلاستيك اهي بالصور بكل حاجه من المجلس. دي الهيئه الوطنيه للانتخابات طلعها للمجلس القومي لحقوق الانسان. محمد عبد العزيز عنده الورقه دي او الكارنيه ده اهو، كويس زي ما حضراتكم شايفين. على فكره ده بقى يصدر لكل الناس، يعني ايه؟ يعني هتلاقوا منه للاعلاميين والصحفيين اللي مسموح لهم يغطوا، هتلاقوا منه للجهات الاجنبيه اللي مسموح لها تراقب، هتلاقي منه للجهات المحليه اللي مسموح لها تراقب كل ده. ولا زي ما انا كده بصوا، موجود في الاسم والجهه التابع ليها وايضا الرقم الكودي فوق صورته علشان لو حبوا يعرفوا في اي وقت. ومكتوب بقى ده متابع محلي domestic observer، مكتوب وممضي من الرئيس وتصريح الانتخابات ايه ويوم ايه وكل حاجة، وهم مطلعين له تصريح ينتهي في 7/21. يعني انت عشان في حقوق الانسان بتقدم على تصريح طويل الامد شوية. لا كل التصريح اللي صادرة دلوقتي أيوة بتصدر لمدة سنة، لمدة سنة عشان تغطي اي استحقاقات انتخابية قادمة تحصل، انتخابات مجلس نواب اي وقت ده يكون ده جاهز. في الخلف هتلاقوا مكتوب عليه الحقوق والواجبات عشان حضرتك ما تنساش، بس لان في بعض الناس كانت بتستغل ده، وبالتالي انت لك حقوق ولك واجبات حسب الكارنيه اللي معاك او حسب التصريح اللي صادر لحضرتك. خليني اقرا لكم سريعا حقوق وواجبات المتابعين. هو هنا مش كاتب مراقبين، هل في ناس تانية مكتوب لهم مراقب؟ لا، كله اللي بيراقب الهيئة الوطنية للانتخابات والمؤسسات الهيئات القضائية، لأن هي اللي تملك اتخاذ الإجراءات. احنا بنتابع ونرصد. انت تابع واذا رصدنا مخالفة بنبعتها للهيئة الوطنية للانتخابات تحقق وتراقب وممكن تتخذ فيها. تمام. وبالتالي عندك هنا اهو دخول اللجان الفرعية والعامة، ده بيدخلك كل اللجان. طلب الحصول على استرداد من حقك، الاستضاحات اللازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات، الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان، انت لازم بقى تاخد بالك من دي، العامة والفرعية في اعمال المتابعة والتغطية الاعلامية ومدة تواجد المتابعين داخل اللجان. بيسمحوا لكم قد ايه بالتواجد داخل اللجنة؟ حسب اللجنة، يعني هو الرئيس اللجنة لو اللجنة شايف انه عدد المتابعين اللي موجودين مثلا مش كتير في اللجنة الفرعية اللي هو فيه، وبالتالي مفيش تأثير على عملية التصويت، تأثير العملية الانتخابية بيسمح لك تقعد، بيقعد لك فترة طويلة، خمس دقائق 10 دقائق تخش، هو انت عندك مدة لا تزيد عن 30 دقيقة طبعًا. في الـ هو قايل في التصريح ده، لكن حسب الإجراء. أحيانا اللجنة بتبقى زحمة، هو عايز يركز، يقول لك لو سمحت أنا عايز أركز في، يعني لأنه عايز يبقى معايا، يقول لي المعلومات اللي أنا محتاج أسألها، الاستضاحات اللي محتاج أخدها وفقا للتصريح، فيقول لو سمحت طب أخلص اللي معايا وكمان مثلا نص ساعة أو ساعة. عدم جواز التصوير بأي وسيلة إلا بموافقة رئيس اللجنة، حظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث صحفية داخل مقر اللجنة أو جمعية الانتخابات. لأن ده مش تصريح صحفي، تصريح متابع المجلس القومي لحقوق الانسان، الصحفيين بقى هم اللي يعني الصحفيين اليوم مع حدوث. الحرص على حسن التعامل مع الناخبين، مراعاه اللياقه والاحترام في التعامل مع رؤساء اللجان، يحظر الدعايه الانتخابيه او التوجيه لاختيار معين لمرشح داخل المقار، احترام سريه الاختراع وحريه الناخب في التصويت، الالتزام بارتداء تصريح المتابعه الصادر كل وقت، يحظر على المتابعين حمل السلاح وان كان مرخصا، حتى كذا مرخص، ويصلح يحظر استطلاع رأي الناخبين داخل المقر وجمعية الانتخاب قبل أو بعد التصويت. دكتور طارق، احنا ارتقينا شوية بسيستم أو بنظم الانتخابات في مصر، يعني في العشر سنين اللي فاتوا دول قفزات متتالية. أنا زمان ما كانش فيه الكلام ده كله، أنا فاكر صحيح صحيح. أول ما نزلت حقوق الإنسان احنا مش عايز أقول لك كنا فرحانين إزاي، يعني كنا بنمسك الراجل بتاع حقوق الإنسان ده نقول له بص مخالفات، بص مش عارف كذا، انما دلوقتي المساله بقت فيها مهاره، يعني مؤسسات كتيره وناس متخصصه يعني وتقارير دوليه بتطلع وترصد وتسجل على مصر. هي للامانه تحسب للهيئه ومستشارها الجليل، لانه من الواضح انه كل ما ذكرته حضرتك واللي قاله استاذ محمد بيتماشى مع المعايير الدوليه لاجراء العمليات الانتخابيه في العالم. في خبرات كبيره قوي من الواضح انه تم الاستعانه بها في الانتخابات الاخيره بالمناسبه، فبالتالي هي مش مقتصره فقط حضرتك على المتابعه او المراقبه او الرصد او التحليل، لكن في معايير دوليه كل النظم الانتخابيه في العالم بتراعيها. النهارده مصر من اوائل الدول اللي بتعمل ده، يعني النهارده مصر من اوائل الدول في العالم العربي وعايز اقول في الاقليم بتتبع ده، المعايير دي معايير دوليه. صحيح. وبالتالي لا احد يمكن
انه يبدي بعض الملاحظات. يعني محمد يمكن اشار بالتفاصيل لابداء بعض الملاحظات او ما الى ذلك، لكن دي المعايير الدوليه. هتقولي طب قيمتها ايه؟ قيمتها ان حضرتك بتتماشى مع اجراء العمليه الانتخابيه في كل دول العالم. النهارده حضرتك بترصد الانتخابات اللي جرت في بعض الدول اثناء ازمه كورونا مثلا، تعملت في حوالي بالظبط تقريبا حوالي 18 دوله انتخابات ما بين تشريعيه وما بين بلديات وما الى ذلك. المعايير الدوليه دي بتنطبق على الحاله المصريه، بتنطبق على الحاله المصريه. هو النهارده بتيجي تطلع حضرتك تقارير دوليه، التقارير الدوليه مش ان انت بتخطر الطرف الاخر او الاطراف، انا ماليش دعوه، انت ان انت يعني احنا النهارده مش محتاجين مع احترامي وتقديري لشهادات حسن سير وسلوك يا استاذ محمد. لا طبعا مصر قفزت، تجاوزت هذه المرحله. النهارده بتعمل انتخابات اونلاين، فبالتالي كل العالم شايفك وبيتابعك. في نقطه حضرتك اشرت وتكرمت بيها في منتهى يعني المهنيه يا استاذ محمد للامانه، ان انا اقولها، ان حضرتك بتقول ان الانتخابات بتجرى في هذا التوقيت في ظل الظروف الاستثنائيه اللي في المنطقه، وبالتالي العالم بيتابعك من زاويتين، زاويه امنيه وزاويه انتخابيه. يعني النهارده ازاي انعكست ده على ده. ففي تقييم بيتم اونلاين لهذا البلد المستقر امنيا واقتصاديا، بيقوم بعمليه انتخابيه في هذا التوقيت. هتقولي طبعا هل لي انعكاس على الدوله المصريه؟ انا هسيب الانتخابات بقى خالص وهقول انعكاسها ايه على الوضع الاقتصادي والسياسي للبلد. النهارده حضرتك بتقيم سير العمليه الانتخابيه من عده زوايا اخرى. الزوايا الاخرى هو ان انت الدوله الوحيده اللي في الاقليم المستقره امنيا وسياسيا واقتصاديا، وبالتالي ده هينعكس عليك. النهارده في تقارير طالعه كنت اتمنى ان حضرتك تشير اليها، تقارير اقتصاديه طالعه على مصر النهارده وامبارح، موجوده استاذ محمد على الشبكه الدوليه للمعلومات، بتشيد بالوضع الاقتصادي المصري والبيئه اللي بتجرى فيها الانتخابات المصريه. يعني انا امبارح اطلعت على بعض التقارير بتشيد بيه، هو في جهات كتيره جدا ما كانتش مصدقه ان انت ممكن تعمل هذا الاستحقاق بالظبط. خلينا ناخد اتصال هاتفي. معي على الهاتف الاستاذه امل عبد المنعم، مدير غرفه عمليات المجلس القومي للمراه التي تتابع انتخابات مجلس الشيوخ. استاذه امل مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. انتوا رصدتوا ايه؟ اولا عايز اقول لك ان المراه المصريه جابت جون النهارده، يعني انتوا في بقالكم كذا جون بقالها كتير ما شاء الله، يعني اللهم لا حدث، يعني جون بقالها كتير قوي. طيب انتوا النهارده اصبحتوا القوه التي تحدد سير العمليات الانتخابيه في مصر. اول ما بنشوف طوابير السيدات والفتيات في الصباح، ودول اكتر ناس بتروح الصبحيه امام اللجان، بنعرف ان هيكون في اقبال في اي انتخابات بتحصل او ان هم هيكونوا متواجدين. انتوا رصدتم ايه؟ واحكي لي ازاي غرفه العمليات شغاله وعلى تواصل فين بالظبط؟ احنا غرفه العمليات المركزيه بتبقى على رقم 15115، وعندنا غرف عمليات فرعيه في كل الفروع بقياده مقررات الفروع في المجلس القومي للمراه. وعلى الارض في متطوعين كتير بيتابعوا العمليه الانتخابيه في اللجان المختلفه في القرى والنبوء. رصدنا طبعا تواجد للسيدات بكثافه في اللجان المختلفه، ورصدنا انه الحمد لله ما فيش شكاوي كبيره ضخمه يعني عن الناخبين، عن ال الناخبين ان هم مثلا بيخترقوا الصمت الانتخابي او الاعلانات او كده. المرشحين ضيق جدا، المرشحين ده كان بيبقى في نطاق ضيق جدا، واكثر الناس اللي بتتواصل معانا بيبقوا عايزين يعرفوا اللجنه الانتخابيه بتاعتهم، مثلا مش عارفين يتواصلوا على طريق الانترنت. يعني في بعد اذنك في سيدات بيتصلوا بالمجلس القومي للمراه علشان يعرفوا منكم لو سمحتي انا اروح انتخب فين او مقر الانتخابي فين؟ بنساعد ده نسبه كبيره قوي من الاتصالات عن الموضوع ده، وبنساعدهم على طول، ان هي بتبقى ما عندهاش القدره مثلا ان هي تخش على الانترنت لاي سبب من الاسباب، فبتتواصل معانا وبنساعدها. اقبال المراه على التصويت اكتر في الريف ولا في المدن والحضر؟ هو دايما بيبقى في الريف اكتر. بالليل دلوقتي رصدنا انه الاعداد اكبر اللي حتى بتتواصل معانا عايزين يعرفوا انتخاباتهم، اللجنه الانتخابيه بتاعتهم فين، او مش لاقيين لجنتهم او عايزين ينتخبوا، لان معظم الناس دلوقتي رجعت من الشغل، او الصبح الحراره مثلا كانت شديده فالعدد دلوقتي زاد حتى في الاتصالات.
تمام. فانتم لاحظين الاقبال مستمر حتى بس في الريف اكتر. طب استاذة امل، هل في اي ملاحظات سجلتوها او سلبيات وصلت لغرفة العمليات النهاردة؟ في سلبية. يعني اكتر حاجة بيبقى من المرشحين بيتكلموا بيشتكوا مثلا ان المرشح الاخر اخترق الصمت الانتخابي، وفي اعلانات بتطلع حوالين اللجنة الانتخابية للمرشح المناسب يعني. فدي بنتواصل فورا باللجنة العليا للانتخابات، بيتصرفوا على طول وبيتحركوا فورا يعني. المرشح يعني في مرشحين بيتصلوا بيكوا يشتكوا ان المرشح المنافس بتاعهم بيعمل اختراق للصمت الانتخابي. بالظبط. طيب. ده اكتر حاجه مشكله. وطب اشمعنى المرشح بيكلم المجلس القومي للمراه؟ طب ما يروح يكلم الهيئه بتاعه الانتخابات. هو بيكلم الكل. هو بيكلم الكل. بيكلم المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس القومي للمراه والمنظمات، وبيعمل كل حاجه. بيعمل كل حاجه عشان يسجل بس ان في عنده مخالفه بتحصل. استاذه امل، هل تتوقع ان يستمر الاقبال بهذا الشكل من المراه المصريه بكره كمان في اليوم الثاني للانتخابات؟ هو دايما يعني هو ردنا للانتخابات السابقه دايما اليوم الثاني بيبقى اكتر من اليوم الاول. بيبقى اكتر. بيبقى اكتر طبعا، وعشان الحراره هتلاقي اللي في المساء بيبقى اكتر من الصباح يعني هتلاقي دايما كده يعني. هنتوقع بكره مساء اعداد كتيره جدا. طب الرجاله ما عدلوش الكفه شويه يعني؟ انت ما رصدتوش ان الرجاله بعد الشغل واتغدوا ما نزلوش يعني يا استاذه امل؟ طمنيني يا استاذه امل. لا حضرتك متقلقش، الست بتاخد الاسره كامله وتنزل بيها يعني، برضه الست اللي بتنزله. طيب ماشي. طيب استاذه امل عبد المنعم، مدير غرفه عمليات المجلس القومي للمراه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. زي ما حضراتكم شايفين، وخدوا بالكم من الحته دي لان حته مهمه قوي الاستاذه امل قالتها حقيقه عجبتني، استغربت لها بس عجبتني. قالت لك ايوه احنا جالنا اتصالات ان الناس بتشتكي ان المرشح المنافع، مرشح اتصل بالمجلس القومي للمراه يقول لهم انا في اللجنه الفلانيه في محافظه الفيوم في بورسعيد في اي حته، انا ملاحظ ان المرشح المنافس بتاعي في اللجنه الفلانيه في الشارع الفلاني عامل خرق في الصمت الانتخابي، معلق اعلانات غلط بيحاول ياثر على الناس فبتسجل. وقالت لك يعني المجلس القومي للمرأة قال احنا سجلنا ورفعنا الكلام ده على طول للهيئة العامة للانتخابات، فرد الأستاذ محمد عبد العزيز وقال لي ده بيتصلوا بكل المؤسسات. المجلس القومي لحقوق الإنسان، أيوه، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بما إني موجود في الكيانين، جالنا نفس الاتصالات، مرشحين اتصلوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وتواصلوا معانا مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقالوا لنا مرشحين فردي إنه المرشح المنافس اخترق الصمت الانتخابي. أهمية ده إيه؟ يعني إنه يبقى في مرشح ومرشح منافس فيكلم الجهات المتابعة للعملية الانتخابية، ده بيحسن العملية الانتخابية مع الوقت. يعني الديمقراطية زي ما حضرتك عارف، حضرتك أستاذنا، هي تدريج، دي عملية تراكمية. فالنهارده بقى في جهات كتير جدا بتتابع وبتعمل تقارير، وفي تواصل مستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات زي ما بعض الناس نزلوا فيديوهات يقول لك ده مش عارف المرشح الفلاني بيقبض وده بيوزع، دي هتخلص بالتأكيد. شوف ايوه في اي انتخابات في العالم بالتأكيد هتقل مع الوقت في طبعا. يعني في نضج التجربه الديمقراطيه يعني هتمشي، هتقل مع الوقت. انا مش متخيل انه انك هتدوس على زرار كده هتبقى الانتخابات في مصر زي الدول اللي بقالها 100 سنه بتعمل انتخابات. وحياتك انت الدول اللي بقالها 100 سنه، ما انا رحت راقبت عندهم وبرضه عندهم مخالفات. كل دول العالم بيحصل فيها خروقات يعني، بس عارفين ده. بس المخالفات الفجه، انا اقصد انه يعني مثلا احنا في الانتخابات الحاليه دي اقدر اقول لك ان ما فيش مخالفات فجه، في بعض في اماكن حصل فيها خرق للصمت الانتخابي، دي اكتر ملاحظه بتتكرر يعني. يعني هي صحيح ما هياش يا شائعه، ما هياش يعني كل اللجان، لكنها في اماكن زي ما قالت استاذه امل مجلس القومي للمراه وزي ما احنا رصدنا في بعض اللجان حصل فيها هذا الامر. لكن الضمانه لتحقيق الاليات الدوليه والمعايير الدوليه زي ما قال دكتور طارق انه ده امر بقى على الهوا، بقى خلاص مكشوف يعني. المرشح اللي عمل كده بيتاخد عليه ملاحظه طبعا وبيتجرس فخلاص طبعا. فانت يعني دكتور طارق، بهذه المناسبه الى ان يتغير او تتغير الثقافه العامه عند الناخب والثقافه ايضا العامه عند المرشحين، احنا برضو شفنا مجموعات من المرشحين، ناس كانت بتتنضر باشكال معينه بينزلوا شويه من قيمه الانتخابات، ولكن ايضا هناك من يتربص بالانتخابات المصريه وخارجين بقى من الصبح قاعدين يلطموا وقاعدين يقولوا مش عارف مين والحدوته والروايه ويكتبوا. صحيح. انا بالنسبه لي ولا يهمني الكلام صحيح،
انت رايك ايه؟ نظرتك ايه؟ يا شوف بص يا استاذ محمد، انا لسه بقول لحضرتك انه اداره الدوله المصريه في هذا التوقيت للعمليه الانتخابيه في البدايه شيء جيد ومبهر وان شاء الله يخرج بكره بالصوره اللائقه. انت عندك اعلام معادي متربص بيك في كل خطوه بتعملها في هذا التوقيت، وبالتالي جزء الانتخابات جزء مما يجري. لكن عايز افض الاشتباك بين اكتر من حاجه. اولا الوعي السياسي في مصر بيحتاج الى مراجعات، جزء منه مرتبط بنسبه الاميه اللي موجوده في المجتمع المصري ويجب ان نعترف بهذا. النهارده سيادتك عايز تدي ثقافه مجتمعيه وجزء منه مرتبط بالانتخابات واداره العمليه الانتخابيه وما الى ذلك. الوسائل التقليديه اللي الناس قاعده تنتقد فيها على مواقع التواصل الاجتماعي دي من الموروثات في العمليه الانتخابيه في مصر. لو حضرتك وحضرتك يعني في من محافظه بورسعيد وانا من محافظه السويس، فعارفين خط القناه مثلا كان بتدار العمليه الانتخابيه شكلها ازاي. لن تتغير هذه ثقافه تقليديه، وانت تعلم ذلك جيدا. ثقافه تقليديه بمعنى ايه؟ اللي حضرتك شفته واللي كان محل انتقاد خلال ال 48 ساعه، مش عيد اللي اتقال، كلكم عارفين، جزء منه مرتبط بالميراث الانتخابي لهذا. طب نعالجه ازاي؟ اولا لابد ان حضرتك تعالجه من خلال ابتداع وسائل جديده للدعايه والاعلام. النهارده حضرتك انا ضد الناس اللي قاعده تقول التمويل الحملات الانتخابيه وتكلف كذا وتكلف كذا. على فكره استاذ محمد، كانت في فرصه جيده جدا لعشرات الاسماء من الشباب وغيرهم انه ينزلوا هذه الانتخابات بالوسائل الابتداعيه اللي انا بقولها لحضرتك، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي او غيرها، لانه كان في فرصه جيده ليهم يخترعوا ويبتكروا وسائل تواصل جديده. هتقول لي ازاي ففي ناس معاها كذا، بس انا عايز اقول لحضرتك في شباب مبهر انا شفتهم في نزلوا في عدد من المحافظات. هينجحوا او مش هينجحوا دي قضيه اخرى. انا اللي لاحظته الاتي كمان، حتى زملائنا واحنا بنتكلم النهارده لو حضراتكم تلاحظوا قالوا ايه، علشان في مرشحين شباب لاحظنا نسبه من الشباب نازلين ينزلوا. ما هو انت حضرتك بتستقطب الشريحه بتاعتك. النهارده الشاب اللي قاعد بيستخدم، مش هينزل ينتخب محمد شيرد عشان محمد شيرد اقرع وشعره ابيض؟ لا لا لا، بص النهارده الشباب، لا الشباب واعي وعنده قدره كبيره جدا على الفرز. النهارده بتفرز حضرتك من خلال الوسائل الحديثه في الدعايه لحضرتك. النهارده مصر كلها تعرف استاذ محمد شيردي، لكن انا النهارده وانا بتكلم حضرتك النهارده في وسائل جديده، جيل محمد وقبل محمد تمام غير جيلي وجيل حضرتك. النهارده الافكار الجديده في اداره الحملات الانتخابيه ده علم، خلي بال حضرتك احنا بندرسه في الجامعه، يعني مش مجرد ناس بتنزل تقف في تجمعات. حقيقة دكتور ده علم، علم دي نقطة غاية في الأهمية، علم. وإحنا مثلا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعلم أن حضرتك استضافت المرشحين عجبوني جدا الحقيقة. دي شهادة نعتز بيها. لا لا يا راجل، ده أنا ما كنتش متوقع تجربة مبهرة. يعني أنا استخدمنا هذه الآليات الحديثة يعني، والحاجة أم الاختراع. في حاجة أولا هؤلاء الشباب ليسوا من أباطرة المال والأعمال، يعني ما يقدروش يصرفوا فلوس كتير في الدعاية، فدي أول نقطة. لكن كمان في الحاجة أم الاختراع، الهيئة الوطنية للانتخابات منعت المؤتمرات الانتخابية للحفاظ على الإجراءات. ما أنا بقول لك محدش التزم بالمنع. أنا إحنا عن نفسنا التزمنا بالمنع. الأرياف كلها. اسمعني بس، اسمعني أكمل النقطة دي لأنها مهمة. فأنت بقى عندك حاجتين، اولا ما عندكش الامكانيات الماديه الضخمه اللي تخليك تقدر تعمل الحاجات اللي بتتعمل. الحاجه الثانيه انك عايز تلتزم بقرارات الهيئه الوطنيه للانتخابات وتحافظ على ده. صحيح. فاحنا عملنا ايه؟ قررنا انه كل مرشح من مرشحينا يبقى عنده بث لايف على صفحه التنسيقيه وصفحته اللي هو عامل عليها الدعايه على السوشيال ميديا على الفيسبوك. واللايف ده يتشاف. وكمان اذا كان المؤتمر الانتخابي هو لقاء مباشر بينه وبين المواطنين، فحددنا فريق الحمله الانتخابيه بتاع المرشح انه يقعد يقرا التعليقات يقول لهم المرشح هيجيب على اسئلتكم، فيبقى في حد كل شويه بيدخل له ورقه في الاستاذ الدكتور طارق فهمي من محافظه السويس سائل سؤال انه انت هتعمل ايه في الملف الفلاني. فحسب انت عملت عمليه تفاعل مباشر ومؤتمر انتخابي محافظ على الاجراءات الاحترازيه كل واحد في مكانه، لكن باستخدام اليات التواصل الاجتماعي او الاليات الجديده في تقديرنا انه المستقبل رايح في الاتجاه ده. بالظبط. صحيح بالزبط. التجربه دي لسه احنا بنجربها يمكن لاول مره احنا خدنا التجربه دي، لكن مع المستقبل وكمان مع حاجه مهمه، مع انه طبيعه البث المباشر على وسائل التواصل الحديثه ده هتتضاعف سرعته وهتتضاعف جودته. يعني لو حضراتكم فاكرين شكل التليفونات الموبايلات اللي كانت معانا من 15 سنه كان شكلها عامل ازاي؟
كلنا عارفين. طب متخيل في العشر سنين شكل الموبايل اللي معاك هيبقى شكله عامل ازاي؟ انت دلوقتي بتعمل ايه بالموبايل؟ بتعمل بيه كل حاجه، بتبعت ايميل وبتستقبل وبتعمل بث وبتدفع فواتير ميديا وبتدفع فواتير وبتعمل كل حاجه. خلي طب تقديرنا في النقطه دي انه الدعايه الانتخابيه او الوسائل الحديثه في الدعايه الانتخابيه باستخدام الاجهزه الحديثه والتليفونات في العشر سنين اللي جايه مع اجيال كمان جايه من الشباب في رايي انها هتقضي. أنا بس عايز اضيف حاجه على نقطه صغيره تحكمات النهارده. علم اداره الانتخابات بيشمل جزء من الدعايه الحديثه. الإدارة إزاي حضرتك؟ الإدارة الحديثة هي دي اللي بيتكلم فيها محمد، جزء منه إزاي تخاطب شرائح معينة. الشباب هو بيثق في أستاذ محمد، ملوش علاقة بإيه بالمساحة العمرية، فأنت النهاردة وأنت متقدم له رؤية جديدة هو بيبتدع ده. أنا بقول لحضرتك ليه بقى أصبح علم بيتم تدريسه، علم إدارة العمليات الانتخابية في العالم، جزء منه مرتبط حضرتك بإيه؟ بأفكار جديدة، أنت بتسوق بفكر جديد، الفكر الجديد ده هو الاعتماد على التكنولوجيا والاعتماد على جهود مباشرة، زائد مع احترامنا وتقديرنا الميراث القديم في الدعاية الانتخابية هيتواجد يا جماعة. طبعا هيتواجد. أنا عايز أقول لحضراتكم دلوقتي الساعة 9 مساء بدأت اللجان في الإغلاق، زي ما حضراتكم شايفين اللي بيحصل إيه دلوقتي. اللي بيحصل إن طالما لا يوجد ناخب داخل الحرم الانتخابي اللي هو جوه حوش المدرسة يعني ويرغب في الإدلاء بصوته، طالما ما فيش يبقى انا الساعه 9 مساء اللي عملته ان انا قفلت هذا الصندوق وحطيت عليه القفل، ثم زي ما اتقال لحضراتكم من سياده المستشار اللي كان ضيف معانا، الذي يحدث الان امامكم الان مباشره ان بيتم نقل هذه الصناديق بالاصوات، لا تفرز ولا تفتح الصناديق، يتم نقلها بعد ما تتقفل إلى غرفة داخل المدرسة تؤمن هذه الغرفة، وآدي إغلاق اللجنة من الخارج، ويتم استلامها وتتأمن لغاية ما يجي القاضي ويشرف بنفسه مع المسؤولين. خدوا بالكم في ناس من جوه بتقفل اهو، ليه؟ ده قفال مقفولة بيها لا يمكن التلاعب فيها اهو، خدوا بالكم لا يمكن التلاعب فيها. بصوا الإقفال بتبقى عاملة ازاي، وبيخرج هو بيختم بالشمع الاحمر، هو بيختم طبعا، بيعمل اجراء وبيعمل ختم بحيث انه محضر. ايوه محضر، ولازم يعمل محضر اغلاق. محضر الغلق ده بيشمل عدد اللي هو عنده دفتر وصل لقد ايه، فعارف هو قفل فين. ايوه، وبالتالي هو مستحيل في النقطه دي حد يعرف يلعب في الصناديق دي في الليل. لا لا، ما انت هنا هو بيسجل انا فلان الفلاني المستشار، يعني دي اصوات المصريين اللي عملت دي محفوظه ومختوم بالشمع الاحمر عليها ومقفوله، وبالتالي ده يفتح معرفه القاضي الفلاني. عندي 300 صوت في الصندوق رقم 9 و400 صوت في الصندوق رقم كذا، وبقفل الصندوق اهو في ختام الساعه كذا كذا كذا، وادي مندوب المرشح، امضي على المحضر بتاعنا، قفلنا الصناديق، حطينا الاقفال، شمعنا القرب، وكل ده يتم فضه بالمحضر بتاعه تاني يوم الصبح في حضور المندوب. لازم طبعا مندوب المرشح بيمضي على الاستلام انه الصناديق اهي زي ما سايبينها زي ما في مناديب. انت لفيت النهارده على اللجان مش كده؟ انا ما لفيتش لان انا مسؤول غرفه العمليات، فموجود في المركز. يعني انت كبير يعني عندي لا علشان اقدر اتابع الكل، لكن انا بتابع ال 1500 اللي على الارض يعني. تمام. عايز اسالك سؤال، هل استطاعت الاحزاب او المرشحين ان هم يغطوا كل اللجان بمناديب؟ كل اللجان لا، كل اللجان لا. يعني كان في يعني لجان ما فيهاش مناديب، في لجان فرعيه ما كانش فيها مناديب، لكن في مع ان مرشحين فرد كتير، لان خد بالك اللجان الفرعيه على مستوى الدايره بتبقى كبيره جدا جدا طبعا ضخمه، لكن كان في مناديب كتير لبعض المرشحين الفرد، وكان في مناديب كتير للقائمه المرشحه، فاصبح تمام. عندك مناديب موجودين في كتير من اللجان. في نقطة مهمة انه وجود اكتر من مندوب لاكتر من مرشح في نفس اللجنة ده بيعمل ضمانة، يعني لو مندوب واحد انت ممكن ايه تقلق، بس وضح الناس انما لما يكون مندوب محمد ومندوب دكتور طارق موجودين ده خلاص موجودين، فبالتالي انت هنا عامل توازن قوة، حتى لو موجودين في الحرم بطريقة السياسة، حتى لو موجودين في الحرم الانتخابي اللي فيه خمس لجان وانت بعيد خلاص خمس لجان خلاص تابع، ولكن انت رصدت ان في ناس ما كانتش متسكنة لجان في هذه الحالة. القاضي بيعمل محضر بيقدر يفتح، ولا بيدخل اول ناخب ويعمل بيه محضر يفتح الصندوق امام اول ناخب كشاهد ان الصندوق صح والاجراءات صح مش كده؟ بيدخل اول ناخب وبيفتح المحضر على هذا الاساس لو ما كانش فيه مندوب خالص، وبعدين بالمناسبه مش دايما
اذا كانت اللجنه الفرعيه اللي كان فيها ما كانش فيها مندوب النهارده ممكن يبقى فيها مندوب بكره. ما انا عارف طبعا، لان هو بيبقى مثلا بدل هو عنده، فعنده اللجان بيغطيها، فبالتالي ممكن الصبح يلاقي عنده مندوب لاحد المرشحين فيفتح بيه. ايوه ممكن بعدها بنص ساعه يجي له حد اللي هم احنا بنسميهم مناديب المرور، بيعدي من مدرسه لمدرسه لمدرسه. ولكن علشان القاضي يفتح الساعه 9 صباحا يا دكتور طارق، لو ما كانش موجود امامه مندوب من المرشحين بيدخل أول ناخب ويقول له بعد اذنك انت هتمضي لي ان انت شاهد ان احنا بنفتح كذا وبنعمل كذا عشان يفتح في التوقيت بتاعه. توقعاتك بكره هتكون الاخبار يعني شوف، هو طبعا اليوم الثاني هيبقى اكتر بطبيعه الحال. الساعات الاخيره من عمليه التصويت في مصر معروفه حضرتك انها بتركز فيها طبعا، معروفه الانتخابات كلها هتكون بكره من الساعه 6 ل 9 في الفتره الاخيره دي، فاعتقد دي هتبقى مهمه، هتتغطى اعلاميا يمكن ربما دوليا بكره اكتر، لانه برضو دي مهمه جدا. اليوم الاول بيبقى يوم استهلالي، التقارير لسه فيها حاله سيوله، فما بتبقاش واضحه. اعتقد انه مش هيبقى فيه خروقات امنيه كتيره، لانه الحمد لله اليوم الاول عدى بشكل جيد. اليوم الثاني في توقع بده برضه، فبالتالي هتبقى فيها عمليه الاستقرار في اداره العمليه الانتخابيه برضه هتبقى بكره ان شاء الله تعالى هتمر. لكن خلينا اقول اهم حاجه بقى ناخد خبرات متراكمه في بعض النقاط. اولا استخلاص الدروس في هذه الانتخابات حضرتك، مش لانها بروفة للانتخابات مجلس النواب، لكن هتدي مؤشرات جيده لابد حضرتك توظفها وتستثمرها اقتصاديا وسياسيا. محمد سريعا بكره توقعاتك سريعا كلمه. توقعاتي انه زي ما قال الدكتور طارق في الساعات الاخيره احنا عاملين زي الاهلي كان بيحب يجيب جوان في الدقيقه 90 90 انا اهلاوي طيب ماشي يا محمد ما عادش تقول الكلام ده قدامي. في الدقيقه 90 92 كان بيحب يجيب جوان في الاخر فهو في الغالب من الساعه 6 للساعه 9 بيكون نسبه تصويت اعلى. الحقيقه اخر حاجه عايز اقولها عشان نختم بيها، الهيئه الوطنيه للانتخابات ده مكسب لدستور مصر 2014، بقى في مؤسسه ثابته دائمه مش لجنه بتنفض وترجع، وبالتالي في تراكم للخبره. صحيح صحيح. في جهاز دائم للهيئه الوطنيه للانتخابات كل مره بتجود وبتحسن العمليه الانتخابيه، وجودها ده ضمانه مهمه جدا لنزاهه وشفافيه العمليه الانتخابيه. دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، محمد عبد العزيز مدير غرفه عمليات تنسيقيه شباب الاحزاب وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، بشكركم على تواجدكم معايا. بشكر حضراتكم على المتابعه. اغلقت اللجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 اليوم الاول، بدات اللجان تقفل بكره يوم من 9 صباحا الى 9 مساء. انزل اختار انتخب شارك لو سمحت، علشان ده حقك ان انت تسجل. انا ما بقولكش انزل انتخب، لو انت عايز تنزل وتشطب على صوتك انزل امضي حضور واشطب على صوتك ابطله. لو انت مش عاجبك كل الناس دي ما عنديش اي مشكلة، بس ارجوك اوصل ووصل لصوتك وقول انا حاضر اهو علشان تشارك في هذا الاستحقاق. نشوفكم بكرة الحياة اليوم.